ممكن تظهر يا دكتورة السلايد الأولى وتتكلمي كمان عن الضيوف بتاعنك وخلاص على الهواء يعني. احنا صار لايف اوريدي. يس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا. في بيتنا كلنا، بيت السندال للإرشاد التغذوي، بيت من صحة وحب. نجدد اللقاء بكم في أمسية تغذوية زي ما تعودنا. المرة دي الأمسية شوية مختلفة، لأنها أول حاجة بنشكر مبادرة الباحثين السودانيين، لأن هي يعني اكتملت بمعاونتهم لنا ودعمهم، لأنه إحنا طالعين لايف عن طريقهم هم. وكمان مبادرة جميلة جدا اللي هي الزريع السوداني، لأنه إحنا حنتكلم الليلة عن الأمن الغذائي في السودان. طبعا الأمن الغذائي إحنا اخترناه كموضوع في تزامنا مع الاحتفال بيوم الغذاء العالمي. يوم الغذاء العالمي طبعا هو بيتم الاحتفال به يوم 16 أكتوبر من كل عام. اتأخرنا شوية لأسباب لوجستية وفنية، لكن الحمد لله اللقاء رأى النور. خلوني أرحب كمان بضيوف المعايا الليلة. عندنا اليوم معانا دكتور أمير محجوب عوض الكريم، هو بروفيسور مشارك ورئيس قسم التغذية العلاجية كلية العلوم الطبية والتطبيقية جامعة حائل في المملكة العربية السعودية. حيكون معانا كمان دكتور مرتضى كمال خلف الله، هو الأمين العام لاتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني في اتحاد أصحاب العمل. مفروض يكون معنا باشمهندس آمنة، مستنين إن هي تنضم لنا إن شاء الله خلال الدقائق القادمة. هي مدربة وناشطة في مجال التدريب المجتمعي، مرشد زراعي بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، الإدارة العامة للإرشاد الزراعي ونقل التقانة. وأخيرا باشمهندس أويس محمد، هو مزارع ومهندس اتصالات، مهتم وشغال في تطوير أنظمة الري عشان تلائم البيئة الزراعية في السودان. هو مهتم بالمجال الزراعي وصاحب تجارب زراعية باستخدام طرق الري البديلة غير التقليدية، عشان تضمن إن هي يكون عندها أثر ناجح وذات كفاءة في تقليل زمن الري والجهد، وفي نفس الوقت توفير أكبر في كمية المياه مقابل زيادة الإنتاجية للمساحة المزروعة. برحب بضيوف المعاي، وحنتناول موضوع الأمن الغذائي. طبعا الأمن الغذائي هو باعتباره حجر الأساس واللبنة الأولى في المنظومة التغذوية، عشان كذا احنا اخترنا الموضوع دي. وكمان فيه يعني ابعاد كثيره وتحديات خصوصا عندنا في السودان، ف في الطريق لانه يكون عندنا تغذيه كويسه لازم اول حاجه يكون عندنا امن غذائي. فمن كذا بنبدا بالمحور الاول، الامن الغذائي ما هو؟ تعرف الامن الغذائي؟ حيكون معنا ان شاء الله دكتور امير، تفضل لو تحكي لنا شويه عن مفهوم الامن الغذائي. متين احنا بنقول انه احنا عندنا امن غذائي؟ دكتور امير، سامعني؟ ايوه صوتك واضح، تفضل. اوكي، الامن الغذائي من المواضيع الشائكه جدا، بسيطه ومعقده في نفس الوقت، لكن هي ببساطه يا جماعه الامن الغذائي انه كيف كل الناس، لما نقول كل الناس يعني كل سكان البلد المعين، ايوه يكون عندهم اكسس، يعني الطعام ده متاح لهم فيزيائيا واقتصاديا. احنا لما نقول فيزيكالي ونقول ايكونوميكالي، يعني ما في اشياء فيزيائيه تحل دون الطعام ده، هم الغذاء اللي متعودين عليه وعشان يقابلوا بقى الديتري نيدز حقتهم، يعني احتياجاتهم الغذائيه. ومع احتياجاتهم الغذائيه الاهم انه حتى البريفرنسز بتاعتهم، تفضيلاتهم، يعني لانه اكيد كل شخص عنده خيارات في الغذاء بتختلف من الشخص الاخر، يعني معناها صحيح. كل الناس في كل المستويات يكون عندهم اكسس زي ما قلنا فيزيكالي وايكونوميكالي، يعني فيزيائيا واقتصاديا معناه ما عندهم مشكله في القصه دي. عشان كده دائما الامن الغذائي عنده زي اللي احنا بنقول دائما انه عنده اعمده بيعتمد عليها، اللي هو احنا تمام بنسميها انه الفود افيلابيلتي، او انه الغذاء ده متاح متناول، والاكسس، الاكسس طبعا انه افوردبل، يعني معناها الناس دي عندها دخل، عندها انكم، تقدر تشتري به الاحتياجات الغذائيه دي. واخر صحيح. حاجه يكون عندهم الحاجه اللي احنا بنسميها دائما الفود يوز، يعني عارفوا كيف استخدموا الطعام حسب. وده هنا طبعا يا جماعه ده اللي بيهمكم انتوا في بيت السند، يعني كارشاد للمجتمع.
قاطبه يعني، لانه احنا لما نقول الفود يوز من احنا قصدين النولج يعني المعرفه، لانه مزبوط. لما نجي للمعرفه احنا نتكلم انه معناه في احتياجات غذائيه معينه بيحتاجها الجسم بمراحل مختلفه حسب اللايف سايكل حقت الانسان الطبيعي، انه من طفل لادلت لالدر لزول كبير لزول كهل، او بعد ذاك المجموعات اللي احنا بنسميها الحساسه البيرنبل في الكوميونتي في المجتمع، وغالبا دي تكون اطفال امهات حمل، يعني المجموعات اللي انتم عارفينها بنتكلم عنها في التغذيه دائما. صح. طيب معناه بدون الاعمده الثلاثه ديل ما حيكون فيها من غذائي، يعني انت تكون نمبر 1 عندك الاكسس، معناه عندك الدخل بتاعك الانكم الكافي، وده طوال بقودنا، لانه ما دام انت عندك الانكم الكافي معناه هنا طوال يا جماعه حيكون اكبر مهدد وحسي حاصل في البلد الايام دي هو الانفليشن، اللي هو الحاصل انه في تضخم كبير جدا في الاسعار. وطبعا للاسف يا جماعه دي مشكله اصبحت انها يبدو اصبحت عالميه، لانه يا جماعه طبعا ناس الفا والدبليو اتش او والدبليو اف في عندهم ريبورت بتطلع سنويا او نصف سنويه او ربع سنويه لكل العالم على فكره بالقارات بالدول عن متوسط اسعار الغذاء الطعام يعني، وكل مره ببيس اير معين بيقوم بيحسبوا انه الزياده في الاسعار والغذاء عالميا زادت بنسبه كم. طبعا كل ما تكون انت عندك اقتصاد هش زي للاسف دي معظم مشاكلنا الحاصله عندنا دائما دي، انه اقتصاد فولاتايل يعني اقتصادنا هش مشاكلنا كثيره، في نفس اللحظه يا جماعه انعدام السلام طبعا البيس يا جماعه الكونفليكت الصراعات، لانه يا جماعه الصراعات الكثيره دي هي كلفه اقتصاديه وكلفه تغذويه يا جماعه، يعني بتمثل الجانبين، بالاضافه لانه الانفليشن زائد انه يكون عندك مشاكل في في الريسورس يعني الانرجي الفيول دي، يعني دي كلها للاسف كلها مشاكل حاصلين هسه في السودان، ونزال الله انه يعني البلد تطلع من النفق الضيق ده. anyway تبقى المشكله انك انت امين يا رب. فبالتالي اذا اي شخص بيقى ما عنده الدخل اللي بيغطي له الاربع حاجات دي لو الثلاث حاجات دي، يعني انت اما يكون عندك دخل تبدا تقط ميل، يعني توقف وجبه تاكل في اليوم وجبه واحده، او تبدا توقف ايتيمز معينه كنت حاجات كنت بتاكلها ووقفت انك تشتريها. يعني في ناس هسه بيتكلموا انه اللحمه بيقوا يشوفوها حلم، يعني ما في لحوم بيضاء ما في لحوم حمراء، اكيد ما في فواكه، لانه الانكم بتاعك ما انت دخلك كم وشغال شنو عايدك كم اسعار الطعام موجوده في السوق كم، فكل ما يمشي الايتيمز في زياده بتاعت سعر انت كل ما شنو بدات تعمل شنو تستبعد الايتيم ده من البلان بتاعتك. اما نقول فيزيكال اكسس، طبعا الفيزيكال معناها يا جماعه اللي هي المواصلات الشوارع، ما في حاجه قافله ما في فلط ما في فيضانات ما في حروب، يعني المناطق الانتاج لمناطق التوزيع ما في مشاكل، يعني درانا حاجه في شندي نجيب مدن نجيب الخرطوم نوديها نيالا نوديها الفاشر ما بكون عندنا مشاكل، ده اللي احنا قاصدين بالفيزيكال اكسس. لكن الاكسس المادي طبعا ده مهم. الحاجه الثالثه صحيح. الفود يوز دي هنا بنجي للكلام بتاع النيوتريشن البسيط الطبيعي ابتداء من الفود بيراميد، يعني الهرم الغذائي العادي ده، يعني وانه الانسان أيوة. في غذائه اليومي محتاج لحصص من نيوتريانت كل المجموعات الغذائيه يس المجموعات الغذائيه، والغذاء لازم يكون شنو متوازن وكافي كما ونوعا طبعا متوازن، معناها انت محتاج انك تعمل وجبه متوازنه من كل المجموعات الغذائيه المتاحه لك، يعني ابتداء من الحبوب بعد ذاك تجي للخضر والفواكه حسب الحصص معروفة، بعد ذاك لمصادر البروتين المختلفة لحوم حمراء وبيضاء بالإضافة للألبان ومنتجاتها، وزي ما عارفين حب رأس الهرم ده عندنا عليه كومنتات كثيرة ما نصلوا ناس الحلويات والحاجات السعرات العالية دي. طيب أما نقول وجبة متوازنة المفروض الشيء الطبيعي أن وجبتك في اليوم تكون فيها كل المجموعات دي صح؟ يعني يكون صح. في كل وجبة مش أنه مرة في اليوم يس. آي في كل وجبة، فبالتالي استبعاد أي آيتمز من الهرم الغذائي ده بدأت تدخل نفسك في شنو؟ زي ما قلنا دائما في الجوع الخفي يا جماعة، لأنه عندنا أهم زي ما قلنا عندنا مغذيات كبرى الماكرو نيوترينز، عندنا المايكرو نيوترينز المغذيات الصغيرة، فدائما معظم الناس يا جماعة قاعد تكون عندها مشاكل. زمان الناس كنا مشاكلها في المايكرو نيوترينز، يعني مشاكلها كلها كانت فيتامين ومينرالز معادن وفيتامينات، الليلة دخلنا في العظم ذاته بقت مشاكلنا صح. في الماكرو ذاته، يعني الناس بتكلم إنه ما في اكسس لبروتين، لانه يا جماعه طبعا البروتين ذاته عندك خيارات، انت هل عندك انكم كافي انك تخليك تشتري لحمه كل يوم تاكل لحمه؟ لا، واللحمه ذاتها تقدر تنوع فيها يعني لحوم بيضاء ولحوم حمراء
ايوه على الاقل الشتاء. تقدير حتى لو 3 مرات في الاسبوع يعني على الاقل طبعا تقدير، حسب يعني كده هاي الحاجه دي ما موجوده نهائيا. طبعا نتكلم عن كيلو لحمة انه وصل اليوم 1000 جنيه يعني، وبعدين عشان وبعدين نغطي الاسره كامله كمان، تقعد بالذات تفرد الاسره الاسره، المبتده وبعدك والاسر. ايوه البورشن سايز بتاع الوجبه ذاته لكل فرد حسب الهنايه. فدي دي قصص كثيره. بالتالي هنا طوالي معناها مع الضغط المالي ده يا جماعه، مع الانكم اللو الدخل هنا في يبدا تقتل ميل وتقتل ايتمز. يعني الناس وقفت لحمه هتمشي لبدائل اللحوم اللي هي البقوليات، بعد شويه يخشوا في قصه بتاعت انه ذات البقوليات بقت ما اكسسبل، يعني اسعار عاليه، وكيلو العدس، كيلو الفاصوليا، اللوبيا العدسي. anyway فعشان كده دائما التحيه طبعا يا جماعه دائما لامهاتنا ورباط المنازل وستات البيوت، لانه هم انا بعتبرهم هم حجر الزاويه في الامن الغذائي للاسر يا جماعه، صح، لانه هم بيفكروا قدر اللي عندهم وقدر ظروفهم. ونحمد الله انه لحد عيد نحن يعني الاستراكشر الاجتماعي بتاع البلد بتاع المجتمع بتاعنا حبه متماسك، يعني جيران لها للناس ما قاعده تقصر في بعض، دي ويتش از انها حاجه كويسه. صحيح. طيب طبعا للاسف الريبورت بتاع 2019 لناس الدبليو اف في في السودان، ورلد فود بروجرام، برنامج الغذاء العالمي، ريبورت محبط جدا طبعا، لانه نتكلم عن سكان السودان هم برونشر 45 مليون، عندنا فود 9.6 هم فود انسكيور للاسف. يعني للأسف عندنا 9 مليون و600 الف هم يعني تحت، يعني بيعانوا عندهم مشاكل بتاعت فود انسكيورتي، عدم امن غذائي كامل يعني. طيب أيوة. عندنا اكثر من مليون و870 الف هم ديسبليس نازحين. طبعا ما دام نازحين معناها شنو؟ اكيد في كونفليكت، حروب، مشاكل، صح، يعني لسه في عدم مناطق في استقرار. الغرب، يس في مناطق في الغرب لسه فيها مشاكل. وعشان كده من يا جماعه الحل الاول هو السلام، الناس تخط ارضا سلاح زي ما بيقولوا، لانه لو ما تحقق السلام حتلقى انه حتى المكونات حقت الامن الغذائي، نحن قلنا الفود افيلابيلتي، الفود افيلابيلتي اهم حاجه في البيس ده. لو ما تحقق السلام يا جماعه وبقى في اكسس انه اقدر ارحل الفود ده من حته لحته، من منطقه لمنطقه، واوفر الغذاء للناس ويكونوا في مناطقهم، حيضطروا يهاجروا طبعا، وزي ما عارفين الكونفليكت بيأثر في الحته دي. طيب واما نتكلم عن الكلام ده معناه يا جماعه احنا والانسكيورتي، الفود انسكيورتي، عشان كده دائما الناس عالميا احنا عندنا 4 مستويات حقت امن غذائي. في الهاي فود سكيورتي، دي دائما الدول اللي عندها امن غذائي عالي جدا، طبعا دي دائما يا جماعه الدول شنو؟ دول العالم الاول، ايوه والدول البتروليه يعني دول الخليج ربنا يزيدهم. anyway دي الناس ما عندهم اي ريميتيشن في اي فود اكسس، يعني ما عندهم مشكله في الطعام ايوه خالص. في تاني مارجنال، نوع تاني بنسميه مارجنال فود سكيورتي، وديل عندهم ليميتيشن بسيط، يعني مشاكل بسيطه في 2 ايتمز 3 ايتمز بتواجههم يعني بيحلوها، ما يعني ما زاد بيك بروبلم. الليفلين الثانيات هم اقرب انه يكونوا فود انسكيورتي، من انه يكونوا insecurity. يعني عدم امن غذائي اكثر من امن غذائي، اللي هو اللو لو فود سكيورتي والفيري لو فود سكيورتي. طيب اما نقول لو فيري سكيورتي ده طبعا معناه امن غذائي منخفض، ده هنا معناه عندهم شنو؟ في ريبورتس، يعني في تقارير انه في نقص في بعض الاطعمه، في ليميتيشن في الاطعمه، وفي مشكله في القصص دي accessibility. دائما. يس ودائما يا جماعه النوعين ديل لكن ما في هنجر، ما في جوع في النهايه. لما نقول له لو فود سكيورتي هاي في مشاكل، في ريبورتس، في نقص، في شورتج، في نقص، لكن في النهايه ما في هنجر، ما في مجاعه يعني. هو لكن مجرد لما جرس نيجي انذار زي ما بيقولوا. هو جرس انذار. يس يلا لو ما في كوركشن، ما تمت برامج حقت سستينبل ديفلوبمنت حنصل بروجرام، حتة الفيري لو اي ثينك. ولا حنمشي للفيري لو. يلا ناس الفيري لو دي يا جماعه للاسف طبعا احنا شملت في راسنا في الرمله يا جماعه، احنا ناس الفيري لو ببساطه. يعني السودان اليوم ممكن يصنف تبع يعني كنا نحن في اللو حسب ماشيين على الفيري لو، او اكشوال وي ار ان فيري لو فود انسكيورتي. ودي دائما يا جماعه هنا مرات طوالي مشاكل وريبورتات وفي ليميتيشن في الفود ايتمز، لا ومعاها طوالي شنو يا جماعه؟ معاها طوالي يعني في فيسيولوجيكال كونديشن بدات تظهر. لما نقول فيسيولوجيكال كونديشن معناها شنو؟ بدات أمراض مشاكل فيسيولوجيه، امراض سوء التغذية. معناها واللي هي المال نيوتريشن يا جماعه، سوء التغذيه. واما نتكلم عن المال نيوتريشن ما بنتكلم عن انه بنتكلم عن اصقاع السودان، لا ما بنتكلم عن حتات بعيده، نتكلم عن احياء في الخرطوم واحياء في قلب الخرطوم. والكلام ده ممكن الاخوه الاطباء والمستشفيات يعني في حالات بتاعت امراض سوء تغذيه الاطفال تبي ادميتد بيكون في مستشفيات في قلب الخرطوم يا جماعه، ما بالك صحيح. بالغاليمه النائيه البعيده من مشاريع التنميه والتطور وغيره.
إذا هنا يا جماعة تبقى دي الكارثة الكبيرة، لأن يعني أنت بعد ده بيجي عندك شنو؟ بيجي عندك أمراض سوء تغذية، وطبعا عندنا قلنا فيرنبل جروبس، لأنه عندنا مجموعات أكثر عرضة وأكثر حساسية للمشاكل دي، لأنه أنت إذا كان وضعك التغذية ممتاز حتى لو حصلت لك مشاكل حتكون أنت آخر المتضررين، صح ولا ما صح؟ بالضبط صحيح. لكن لما طبعا يا دكتور أمير أنت قلت أن المحور الثاني اللي هو الواقع الأمن الغذائي في السودان، وفي نفس الوقت اتكلمت كمان شوية عن التحديات الحاصلة وأديتنا الأبعاد والله للمشكلة. أنا بس في نفس الوقت في مداخلة من الأمين محمد هنا في على زوم، ذكر أنه من الجوانب اللي بتأثر في الأمن الغذائي اللي هو الاستدامة والاستقرار بين المواسم والسنوات. صراحة إحنا الحاجة دي يمكن أكثر تكون ظهرت قبل فترة في فترة الفيضانات، لأنه الكوارث الطبيعية طبعا مؤثرة وتتأثر في نفس الوقت مع طبعا الأمن الغذائي. احنا ما قلنا وكنا الكوارث صراحة عاوزين نغطي الموضوع بطريقة شوية أشمل، فممكن تتكلموا لنا عنها بإيجاز هسه، لأنه بفتكر لو يعني والله خفينا هنا لها جانب راح يكون، لأنه تخيلين موضوع الكوارث ده شوية كبير هم محتاج كلام شوفي كبير شوية. احنا ما قلنا قبل انه اما نجي عارف الامن وكمان الغذائي هو بيأثر، أنت كمان ذكرته قبل شوية في موضوع الأكسسبيليتي الوصول لل، طبعا ما هو فيزيكال، احنا ما قلنا بنقول أيوه ايكونوميك وفيزيكال اكسس، احنا اما نقول فيزيكال جو فيزيكال دي بتخش الحاجات الديزاستر الناتشرال ديزاستر الطبيعيه دي كلها، صح اما صح نقول فلاد اما نقول كونفليكت دي ما كلها اسباب بتحول دون وصول الطعام للناس في مدنها، لان انت اللي حسن مثلا لما تكفي لي شارع قومي مثلا يربط بورسودان مثلا بمدني، انا ما بقدر ولا بالكسله ولا القضارف ما حقدر ارحل امد، لانه يا جماعه دائما في سبلاي تشين مانجمنت. بعد شويه حاجه دكتور مرتضى يتكلم في الكلام ده بتاع انه السلسله اللي بنتكلم عنها دي، ما انت في النهايه لازم زي ما قدرت توصل الفيول والكهرباء للمدن والاقاليم البعيده، هم ذاته لازم توصل لهم القمح يعني المحاصيل دي عشان يقدروا ياكلوا، يعني دي نتكلم عن اطعمه يعني، لانه طبعا صحيح معروف من مفهوم بتاع الزراعه في مناطق في السودان انتاجها من بعض المحاصيل عالي، اذا لازم صح مناطق الانتاج تمشي مناطق الاستهلاك، فمرات أكيد بيمنع الوصول لمناطق الاستهلاك دي بتبقى المشاكل اللي بتخص الفيزيكال اكسس. المشكله وين؟ المشكله انه نحن زي ما قلنا المجموعات الحساسه في المجتمع دائما نتكلم عن اطفال، وحس شايف في مبادرات لافطار اطفال المدارس، والله يا جماعه حاجه محزنه انه اما نشوف اطفالنا ديل لو شفتونا يا جماعه فتوا بس شفتوا الشغل بتاع النيوتريشن اسسمنت الطبيعي البسيط ده، وفتوا المدارس برايمري سكول دي، وحتى لو قسمتوا المناطق، لانه طبعا احنا يا جماعه عندنا في حاجه مهمه انه نحن بنتكلم عن امن غذائي لازم نقسم الكوميونتي ذات المجتمع. في ناس طبعا يا جماعه عندهم سوشيو ايكونوميك عالي، دخل عالي. صح. معناه هم عندهم سوشيو ايكونوميك ليفل هاير يعني اعلى من الناس الثانيين. فعشان كده بتدرس كل العوامل دي، لانه اما تلقى مدرسه مثلا في لوكيشن من الناس اللي عندهم هاي سوشيو ايكونوميك ليفل، يعني مثلا تتكلم عن مدرسه مثلا في الرياض، في المعموره، في الطائف، ما زي ما تتكلم عن مدرسه مثلا في مناطق يعني نوعا ما عندها لو سوشيو ايكونوميك في اطراف العاصمه مثلا الاحياء البعيده، تكلم عن صح الانغاز ومايو والحتات دي، اكيد حتلقى انه الدخل بتاع الاسر مختلف، حتى طبيعه السكن مختلف، الليفل اوف لايف مختلف، فبالتالي هنا حيكون الامن الغذائي مختلف يا جماعه. لكن ده بيمنع انك انت لما يكون عندك اطفال ونساء حوامل وناس كبار بيعانوا من مشاكل حقت مال نيوتريشن، معناه الطفل ده حتى يصبح ادلت ويصير دول كبير حيكون طول حياته الدور بتصرف عليه لعلاجه، انت معناها هنا زدت البيردين بتاع الكوست حق العلاج. عشان كده من يا جماعه في حاجات احنا ممكن نعتبرها ايرلي الارم لو اشتغلنا عليها، انا شايف من حاسس انت بتقلل يعني بتقلل بعد ذاك انك انت بدل تمسك لك طفل هو من صغير عنده كواشكور ومرسمس وعنده مشاكل حقت بي اي ام اللي هو بروتين انرجي ايوه مانجمنت، سو توصيه بعد شوي حيبقى ادلت حيكون هو عيان، لانه مرات صح حيكون عنده ماشي معاه، مشاكل كثيره فعلا بالتالي المناعه بتاعته حتكون حتتفاقم شنو؟ ممكن كمان لمشاكل اخرى. ايوه، والمناعه حتكون ضعيفه طبعا ويكنس، وضعف المناعه حيخليه انه طبعا ضحيه لكل الامراض، لانه حيكون عنده ابريشيت اي مرضيه ايوه ايزي بالتالي ممكن يكون يعني كمان فرد غير منتج في المجتمع. غير منتج وانت كده تمام، اثرت على لانه طبعا هو الامن اليوم. الغذائي بيخش في نواحي كثيره، يعني بيخش كمان في الاقتصاد وفي الانتاجيه، لكن احنا بس عاوزين طبعا يعني شويه مركزين على موضوع التغذيه. يلا طيب افتكر عشان الخص، او لو انا كذا مواكبه معك، الامن الغذائي بيتطلب مننا اول حاجه ما بس انه الحاجات تكون متوفره، انه الناس تكون قادره تصل لها سواء كقوه شرائيه، سواء الزول يقدر يصل المكان المعين او والله ما يكون عنده بس وصول اضيف حبه ايوه اللي هو تفضل الشرعيه تفضل دي
في مبادرة اتعملت من اللي هو وزارة الرعاية الاجتماعية، إنك أنت تدعم الأسر اللي عندها لو إنكم، الأسر الفقيرة دي. ايوه فوزارة المالية الاتحادية شايف مع وزارة الرعاية الاجتماعية كان عندهم مبادرة كويسة، إنه ملكوا الأسر بطاقات بتاع الدعم المادي مباشر، ودي غت تساعدهم في إنه حب، لأنه طبعا احنا قلنا الفود برايسنج جلوبالي هو زايد عالي، صح يعني أسعار الغذاء عالميا في زيادة طبعا. لكن انت لما تقوم تدعم طبعا، ودي اسوأ انواع الدعم، الدعم المادي المباشر ده طبعا الحته مو كويسه، لانه بعد شويه صح ذاتك الاسر دي لو حولتها لاسر منتجه، وزي ما قلنا ربات يعني امهاتنا ما شاء الله عليهم، يعني ربات المنازل جاهزين للقصص دي، انه صحيح اذا ملكتهم وسائل انتاج بسيطه، وده كان وده انا بتخيل ده كان اكثر حته انا حكون انترست فيها من الباش مهندس اللي لسه ما انضمت، لكن بتاعت الاسر المنتجه دي والمشاريع الصغيره، وده الحل بتعلمنا الغذائي، حتى صح الزراعه في البيت، الزراعه على المستوى. لكن انا بس الشيء اللي باكد عليه دائما يا جماعه، انه حتى لو قدرنا نوفر بعض الحاجات، مهم جدا يا جماعه انه الغذاء المتوازن يتوفر، حتى لو انه نفكر في بدائل بالشيء اللي عندنا يا جماعه، يعني البروتين الحيواني لو خليناه مرتين في الاسبوع، نشكل معه بروتين نباتي حسب المقدره يا جماعه طبعا اكيد، والخضر والفواكه، ونقلل الاستهلاك اللي هنا، لانه يا جماعه لما كمان في مؤشر ثاني حس انا شايف، يعني طبعا البلد الليله الخرطوم دي بالذات فيها زي 55 حوش بتاع لحمه لو ملاحظين، حوش السمك وحوش شنو حوش ايوه شنو حوش فعلا شنو، ففي بقى الهرم الغذائي ده مقلوب ذاته، يعني الناس بقت شغاله شنو بروتين حيواني وشغاله حبوب، يعني شغاله ستارش، ايوه يعني ما انت فعلا بتاكل شيء بيعيش يعني، لا طبعا اكيد لا في فواكه لا في خضار لا في غيره لا في غيره لا في غيره. وفي نفس اللحظه يا جماعه عشان كده بنلاحظ انه برضه في معدلات سمنه بدات تزيد وسط الشباب في المجتمع السوداني، وده برضه ناتج عن الباد ايتنج هابيتس طبعا، وده ذاته يا جماعه على فكره ده نوع من المال نيوتريشن، يعني صح بيقول لك لما السمنه تكون مرتفعه معناه الناس ما قاعد تاكل غذاء متوازن وبالانس ككوانتيتي وككواليتي طبعا، وده برضه مؤشر ثاني يا جماعه. ودي وعشان نقطة كده انا اللي أنت كده ذكرتها يا دكتور أمير في من جوانب الأمن الغذائي، إنه زول يكون عنده المعلومة والمعرفة إنه كيف المعلومة، يختار. وعشان كده من يا جماعة دوركم كبير، يعني بيتسند مبادرة كويسة، لكن فعلا يا ريت إنه ما نحن يا جماعة ما كل الشعب السوداني قاعد في الفيسبوك، وما كل الشعب صح السوداني قاعد في صح الواتس، يا ريت الناس تصل الأحياء الجوامع المدارس، التثقيف الصحي ده مهم يا جماعة، لأنه التثقيف التغذوي الصحي، لأنه يا جماعة ده بساعد زي ما قلت قبل في إنه تقليل البردن بتاع العلاج، خاصة يا جماعة نحن يعني للأسف السودان طبعا فيه ليفل عالي جدا بتاع أمراض مزمنة بالذات صح الضغط والسكر، وده بالذات بتدخل بتاع التغذيه السليمه مع تغيير اللايف ستايل بيساعد كثير في انك انت هاو تو مانج الامراض الزي دي يا جماعه، ده معناه بقوم بيقول لك شنو؟ ده بيساعد الدوله، لانك انت اما يكون في مريض بتاع سكر قادر انه يحافظ على بلود جلوكوز عن طريق الفود تشويس المتاحه له والاغذيه السليمه والصحيه المتاحه له بكميات متوازنه تساعده في العلاج، ده معناه هنا حتى الكومبليكيشن حقت المرض حتقل، بالتالي الفريكونسي عدد التردد للمستشفى بقل، بالتالي ما بكلف الدوله صح يا جماعه، ما بكلف الدوله علاج ولا فعليا بكلف نفسه، اذا احنا معناه يا جماعه ممكن البيردنج بتاع الكوست حق العلاج اللي بتصرفه، لانه احنا حاسس عندنا مشكله بتاع الدواء، بدل الحكومه ما قادره توفر دواء بتاع الضغط ودواء بتاع السكر، اقلها توفر ميادين، الناس تتحرك، الناس تمشي، الناس تاكل الاكل متوازن، لكن الكلام ده ما يحصل ما لم الناس يكون عندها شنو يا جماعه؟ يكون عندها المعلومه النولج. وعي يلا فعلا. هو في الفود سياق دكتور يوزري أمير حابة أنوه إنه بيت السندة كان اشتغلوا في برضو سياق الاحتفال بيوم الغذاء العالمي، كان في يوم توعوي استهدفوا فيه الأسر المتضررة من الفيضانات، كان شغل بتاع فيلد يعني شغل ميداني والله يا ايلا، بس كمساهمة من يا ريت السندة، يا ريت لكن يكون في تخيلين تنوع محتاجين مجهود أكبر بالضبط عشان نوصل بالضبط لأكبر قدر من الناس كلهم. يعني لازم يكون في مبادرات زي دي من الناس تصل اكبر، لانه انا بتكلم دائما عن الناس البسيطين يعني مع الناس اللي ما أيوة عندها فعشان كذا اكسس هو كويس. ده بيقودنا لأنه الأمن الغذائي هو مسؤوليتنا جميعا، يعني مسؤولية بتبدأ من البيت وبعدك تتوسع على مستوى الدولة. والله انا في رايي الشخصي الامن الغذائي مسؤوليه كل فرد في المجتمع، صح ومسؤوليه القطاع اللي الخاص قبل جزء القطاع بالمعلومة العام، وجزء بالإنتاج اكيد وكل زول كل زول عنده في مجاله مساهمة. يحاول يخدم يا جماعه، بالضبط وربنا يعين ويرفع البلد ان شاء الله. يديك العافية دكتور أمير. طيب أنت طرقت لنا شوية عن واقع الأمن الغذائي في السودان، ما أعرف هل في إضافة من دكتور مرتضى أو باشمهندس ويس، ولا ننتقل طوال للطرق والآليات لتحقيق الأمن الغذائي؟
تفضل يا باشمهندس. ممكن يكون ميوت سريع اللي هو ميوت. لا، ظاهر عندنا مايك حقه مفتوح بس ما في صوت، ما عارفة المشكلة وين. طيب يا دكتور مرتضى، عندك تعقيب؟ يبدو في مشكلة في الشبكة يمكن. يعني ممكن يكون مثلا باشمهندس ويس، المايك حقك شغال، ما عارفة انت سامعني ولا لا. أنا سامع، كان في مشكلة في الشبكة. تمام، ما في هاي، ما في تعريف، الكلام كان وافي وكافي، يديك العافية. عشان ما داخل في المتطلبات. طيب خلاص، معناته ننتقل للمحور التالي تماما، اللي هو طرق وآليات تحقيق الأمن الغذائي في السودان، اللي هو الجزئية بتاعت الإنتاجية اللي ممكن تتكلم لين عنها إذا ممكن. بالنسبة لزيادة الإنتاجية، إحنا عندنا الإنتاجية هي ذات زيادتها متوازية مع القيمة الغذائية للمنتج نفسه. فالسنين اللي فاتت بس حصل إنه المزارعين في تطور كان في الإنتاج، لكن بمقابل نقص في القيمة الغذائية، لأنه كانوا بيستعملوا مبيدات للأسف يعني ما كان صالحة، حتى في جزء منها كبير اللي الدولة وقفته. وساعين إحنا لأنه بالوعي يعني نوقف باقي الأنواع دي من المبيدات، لأن البحوث الزراعية كانت بتناهض يعني حكاية إنه يا أخي ما تستعمل نسا مواد يقتل الحشيش ولا مبيد للحشايش وكده، أنت بتضر في أرضك يعني بتضر في زراعتك. لكن برضو من ناحية ثانية كان المردود الزراعي كان شوية تعبان، فالمزارع بيضطر يزيد في الإنتاجية بغض النظر على اللي هيحصل شنو في الموسم الجاي يعني. وبعد سنة ورا سنة الإنتاج بدأ يقل فعلا، بقت التوصيات اللي كانوا بيقولوها ناس البحوث الزراعية تظهر على أرض الواقع، وبالتالي حصل نقص في الإنتاج بدل ما كان عندهم زيادة كان زيادة وهمية بس أول سنين، وبعد كده للأسف مردود الأرض بقى ضعيف. نحن هنتكلم في اللي هو كان في حلقات اتكلمت قبل كده عن زيادة الإنتاجية بتاعت المحاصيل الزراعية، لكن هنتكلم عن أنا كيف أستخدم التقنيات الزراعية الحديثة في إنه أزيد بيها القيمة الغذائية نفسها بتاعت المنتج زائد كميته، يعني ما الكمية بس، الكمية زائد المنتج قيمته الغذائية ذاته، يعني كان فيتامينات ولا كان مكون غذائي لكل محصول يعني. ممتاز. هنا هنتكلم عن العالم كله اتطور ومشى لاستخدام التقنيات، لأنها أصلا عندها مردودة طلع عالي جدا جدا. نتكلم عن في أمريكا إذا كان بيقول لك استخدام الآليات الجديدة والحساسات والاستشعار عن بعد، الحاجات دي زادت الإنتاجية عندهم هناك ب 116%، ده تقرير طالع من الجهات الزراعية عندنا هنا. فلما نقول في أمريكا زاد 116%، معناتها في السودان لما نطبقه ودي فعلا حصلت بيزيد 300%، لأنه أورد أنا كنت شغال بتقنيات اللي هي بدائية جدا جدا، فأول ما يطوروا وندخل الشغل بتاع الاستشعار والحساسات وإنترنت الأشياء اللي هو الإنترنت أوف ثينج، بتلقى إنه زيادة بقت 300%، ودي حصلت في المشاريع الكبيرة أول ما جو الشركات زي ما نتكلم عن المستثمرين الأجانب من غير ذكر أسامي، إنتاجهم كان مضاعف بطريقة رهيبة يعني. حتى هذا المزارعين قالوا يا أخي معناته في أنواع بتاع أسمدة الناس دي بيستخدموها، إحنا دارين نعرف السماد ده شنو، دارين نعرف اللي بيعملوا شنو، دارين هو ما بيعملوا حاجة، هم بس بيستخدموا في حزم مدروسة، حزم معتمد عالميا، وبيشتغلوا بالحساسات. بعرف أن تربتي دي ناقصة
مويه رطبه، ملوحتها عاليه، ملوحتها ناقصه، بدي التربه احسن حاجه ممكن تفيد المنتج المزروع. يعني حتى ذاته استخدام الحزمه بتاعت القمح غير الحزمه بتاعت البرسيم، غير الحزمه بتاعت الفول، غير الحزمه بتاعت البطاطس، واي حزمه بتديك اعلى مردود. ليه؟ لانه هي مجربه بره، وهي المعتمده في ان هي الحزمه الاعلى كفاءه، يعني من ناحيه قيمه غذائيه ومن ناحيه بتاعت انتاجيه عاليه. فالناس للاسف كان اجتهدوا في حكايه ان انا كيف ازيد الانتاج، ويتناسوا حكايه القيمه الغذائيه لكل منتج. يعني ممكن انا انتج، لكن المنتج ده بعد ما اخزنه بشهرين ثلاثه يفقد وزنه، خليك من قيمته الغذائيه، حتى الوزن تلقاه بقى زي الهبوط. يعني ليه؟ لانه كان مستخدم نفس مادات او مبيدات ما صالحه للنوع ده من المنتجات. الحاجه الثانيه اللي حسيت اتجهوا لها العالم كله، انه بيستخدموا بكتيريا، وبيستخدموا فطريات، وبيستخدموا حاجات اورجانيك. دي بتزيد الكفاءه، بتزيد مقاومه النبات للافات. يعني بيقول لك الحشره الفلانيه دخلت، بتلقى النبات نفسه هو كان مهيئ انه يستقبل ويقاوم اي حشره ولا اي افه. والغله الاخيره اللي هو لما انا اجي احصد، بلقى الحاجه اللي انا حصدتها دي بتتخزن فترات طويله جدا، بتقبل ظروف قاسيه، وفي نفس الوقت بتقاوم برضه الافات بتاعت التخزين في المخازن. زائد قيمتها الغذائيه في عظومها ذاته بتكون عاليه جدا جدا، القشرة بتكون ضعيفة، اللب بتاع الثمرة بتكون كبير. يعني الحاجة اللي أنا زارعها دي ما قشر ساي أو ما شكل ساي، لا بالعكس فيها قيمة، فيها طعم كويس، فيها شكل ذاته محترم. وده بيديك سوق بره. اللي أنا المزارع أهمه في النهاية يزيد الدخل بتاعه. أنا عشان أزيد الدخل بتاعي المفروض أنا أنتج لي منتج، المنتج ده بره ولو جوه. يعني طبعا بيتكلم عن الاكتفاء الذاتي، لكن الامن الغذائي ما معناه الاكتفاء الذاتي بس، لا انا حصدر حاجه برا والحاجه دي حجيب بدلها حاجه، لانه السودان ما بينتج اي حاجه. فلما اطلع لي منتج محترم زي ده مزروع بطريقه مدروسه بحزمه زراعيه معتمده عالميا، بلقى انه السوق برا بقى بيستقبلني، بقى بيديني مقابل اعلى، بقى بيديني اهميه اكثر من كان بيديني زمان. في مقابل شنو؟ الانكم حيزيد، يعني الدخل بتاعي نفس السمسم اللي انا كنت بزرعه بالطريقه الاولى، لما اجي ازرعه بطريقه ثانيه حيكون الثمره بتاع الحبه ذاته اكبر، وفيها كميه الزيت اكثر، وفيها القشره بتاعته اضعف، بالتالي طوالي حيكون في المقابل حيكون عندها عائد اعلى، وحيكون عندها قيمه ماليه غير غذائيه ذاته، حيكون عندها قيمه ماليه اعلى. بالطريقه دي الناس بتتطور. لو جينا تكلمنا عن حسي حاليا في السودان، طبعا ما فجاه انا طوال حمشي اخلي المزارع البسيط يتكلم عن الانترنت الاشياء، يعني الانترنت الاشياء بالنسبه له حاجه هو ما عارفها. انا كنت جاي اسال السؤال ده زي ما ايوه العالم بره بدا كيف بدا، بانه انا بدل ما زمان بعزق بالكرك وبالطوريه وكده، دخلوا الات بسيطه بتستخدمها باليد، اللي هو بتشتغل بالفيول، بتشتغل بالبنزين، بتشحن بالكهرباء. حسي بقت في كم حاجه جديده، بيشحنوا بالكهرباء الليل كله، بس الصباح تلقاه شغال بيها. في حاجات بتشتغل بالسولار برضه بانل للحتات اللي ما فيها كهرباء. دي شنو؟ انا بقوم بقلب التربه باليات بسيطه، حتى ثمنها بتكلم عن من 20,000 سوداني لحد 100,000، ودي اي مزارع بيقدر عنده المبلغ ده. يعني هو حق الاربع يوميات او خمسه يوميات، لما يكون عندي مزرعه 10 فدان، يوميات العمال في اربع مرات وثلاث خمسه مرات حتجيب لي ثمن الاله دي. دي بيستخدمها مزارع واحد، بينتج بها كمية من ال يعني ممكن نتكلم عن 3 فدان بآلة بسيطة وماسكة باليد، ولا بيشحنها بالليل أو بيجيب لها بنزين بسيط، تلقاه المردودة أعلى من إنه يستخدم مبيدات باثنين في يعني 100%. نفس المردود بتاع 10 فدان لو كان بيديه في الفول مثلا، كمثال احنا عندنا في الشمالية بنزرع فول شمار والقمح، 10 فدان بتديك كان زمان بدري، يعني لما استخدم هذا كان تدي 300 شوال، حسيت 300 شوال دي انتهت تماما، بقت تدي 10 فدان ماكسيمم 100 شوال وللاسف المتوسط 70 فد شوال. ليه؟ لانه استخدموا المبيدات اللي هو ذره التربه اصلا. فحس الناس لما يقدروا أيوة يستخدموا الاليات البسيطه الصغيره دي. ايوه حس حاليا وصلنا ل 150 فد 150 شوال لل 10 فدان، اللي هو بنتكلم عن معدل 15 شوال، وحيرجعوا ان شاء الله يوم ورا يوم يرجع لحد 25 و30، ده اللي هو كان المتوسط الطبيعي بتاع الانتاج. الحاجه الثانيه البيهيفير بتاع المواطن. احنا الليله نتكلم عن احنا كل الزراعه بتاعتنا بنزرع حاجات، في حين انه يعني كان في لا بدائل اكبر. يعني مثلا الليله شايف حتى الدقيق دخل فيه كميه من بيجا ماجا محسب بيور،
في حين انه العالم برا شغال بيدعم في البفرة، بيدعم في الذرة الصفراء عشان هي بديل ناجح للقمح للعيش. فهنا برضو بيتكلم عن البطاطس، البطاطس انتاجه عالي جدا جدا، بيتكلم عن الفدان الواحد بيدينا انتاجيه 150 شوال. 150 شوال ده في الفول يدينا 10 شوالات 15 شوال نفس الاستهلاك. لكن هنا ده ما بقدر اعمل له بروسيس، ما بقدر انا احور من بطاطس لدقيق. عشان كده بقول لك لا، انا بزرع حق السوق بس بزرع كخضار يعني، وتخزينه داير ثلاجات وداير كده. اما الدوله كانت اتجهت لانه ياخذ دقيق البطاطس ده نبيعه برا او نستهلكه هنا، نحن عاوزين يا اخواننا اكبر كميه بطاطس بنشتريها نحن كدوله، هتلقى ان المزارع احسن ليه يزرع بطاطس. يعني نفس الحته اللي بتديه يعني بتكلم عن 400 شوال قصاد كله فدانين، 400 شوال دي في القمح او في الفول حيلقى كان بالغ حيلقى 25 شوال. ولما يشوف المردود العالي حيمشي وراه. يعني نتكلم عن دي كنا بكون ثقافه البلد كلها، انه يا اخي انا ليه ما انتج حاجات زي دي اصدرها برا اجيب بدلها قمحي، ولا اجيب بدل الحاجه الحي بتشبه بلدنا والبيهيفير واستهلاكنا يعني. فالحاجه الحاسه حاليا الحمد لله ما شاء الله الشباب قايمين فيها، وفي كميه من المشاريع انه استخدموا الروبوت، استخدموا الدرون، استخدموا السنسرات، دي كلها نجحت تماما وجربوها هنا في مزارع في مدرمان، جربت في مزارع في الشماليه حتى الزراعه ذاته بالدرون ونجحت جدا. وبرضه الرش بتاع الاسمده والمبيدات بيكون عن طريق الدرون، بيخفض ليه الزمن، وفي نفس الوقت ما بينسى الحته اللي هو كان شغال فوقها، ما بدب الحته يعني يرشها مرتين ولا انه يتفاداها يعني في الطلع حته. ففي كميه مشاريع شغاله، في كميه من الشركات شغاله في المجال ده، وادت طبعا دي حاجه كويسه انه شنو اي شركه اشتغلت باي تقنيات حديثه انتاجها كان عالي جدا جدا، لدرجه استفزت المزارع في انه داري يعرف الناس دي بيعملوا شنو، وهو داري حاكم بغض النظر الحياه تكلفتها كم، يقول احنا نقدر نعمل زي ناس فلان، شركه فلان ولا المستثمر الفلاني. فدي حاجه كويسه كون انا اكون عندي المنافسه تكون في الانتاج، ويا ريت تكون برضه المنافسه في شنو، في الكواليتي بتاعت الاكل اللي هو دي حي. ده دور البحوث الزراعيه هنا ودور الجهات الرقابيه في انه هي تجرم حكايه المبيدات الما محتمده دي، وفي مقابل انه يكون اصلا عندي وفره في الانتاج. يعني اول ما البلد يكون فيها وفره طوال متاكد حيكون في قوانين رادعه جدا جدا لاي مزارع بيستعمل مبيد ممكن يضر الارض ولا ممكن يضر له بني ادم. لكن حسي في حالاتنا دي حسب زارين الانتاج، اول ما يكون عندنا انتاج وفير انا متاكد اتجاه الدوله كلها حيكون شنو الانتاج يكون الكواليتي بتاعته اعلى بشويه شويه. الناس حتبقى في شنو اسم السودان ما يطلع بمنتج ضعيف او منتج تعبان. فدي بكل بساطه اللي هو استخدام التكنولوجيا في الزراعه او في الامن الغذائي. طب يا باشمهندس، يعني انت بتتكلم عن درون، بتتكلم عن انترنت اشياء، تخيلي يعني المزارع البسيط شويه الحاجه دي بدري، يعني هل في تدريب او هل في مثلا مبادرات او افكار لانه كيف ممكن يوفروا الحاجات دي على مستوى المزارع البسيط مع مستوى شركات؟ طيب على مستوى على اساس الفكره كمان ممكن على شويه شويه تتوسع، او مثلا مجموعه من المزارعين يشتركوا مثلا في اليات معينه، او ما عارفه هل في مثلا توجه لحاجه زي كده. ايوه من المشاريع، انا واحد من الناس، انا حاليا كده بننتج يعني نطور في مشروع اللي هو نظام بتاع ري، نظام الري ده ما بيقدر المزارع يشتري براو. فاول حاجه عملناها انه مشينا للبنوك الاول اللي هو سموها البيوت الماليه، البنوك التجاريه والبنوك الزراعيه، فهم مرحبين تماما باي فكره ممكن تدي زياده في الانتاج عشان يكون عندها مردود اقتصادي. بغض النظر المزارع ده حيتعسر ما حيتعسر، هم ممكن يوصلوا لمرحله انه ممكن يشيلوا الريسك بتاع ان انا امول المزارع في ان انا بدل ما اموله اديه الحاجه دي ايجار. المزارع متخوف حيقوم ياجر الحاجه ده اول مره لموسم واحد. صحيح. اي تقنيه نتكلم عن يعني في حد كثير حاسس في تقنيات فعلا سعرها عالي شديد، لكن في اتوجدت حلول، بس كل الحلول دي مربوطه مع انه مع سياسه الدوله. طبعا لازم يكون في توافق ما بين انظمه الدوله اللي هو الاجهزه بتاعت اللي هو كان ماليه كان تجاره كان صناعه، الوزارات لازم كلها مع بعض يكون في يعني تعاملات مرنه وسلسه بيناتهم عشان يكون المردود الاخير اللي هو الهدف انه انا يا اخي داير اكتفي ذاتيا. مثلا يا اخوانا داير سنتين اكتفي ذاتيا، حامل شنو؟ اكيد حامل اول حاجه حنزل فند كبير للزراعه. الفند ده ما بيصل للمزارع مباشر في شكل حبوب وكده، بيصل له في شكل اليات. العالم كله حس متفق تماما ان السودان ما مشكلته اراضي ولا مشكلته مويه، مشكلته اليات فقط. صحيح. يعني مردود الاقتصادي بتاع الارض في السودان للاسف بنتكلم عن 20%
دي مش احنا قاعد ناخذها من الارض مردود اقتصادي. نفس الارض دي لما نجي مزارع برا من برا او زول شركه او استثمار زراعي في السودان بيطلع ثلاث اضعاف من اول سنه طوالي قبل ما الارض ذاته تبقى فيها قيمه غذائيه. بيشتغل باسمده عضويه، بيشتغل بمبيدات عضويه، بيشتغل حتى هو بيجيب بكتيريا، بيجيب فطريات، بيجيب حاجات كلها خماير كده. والحاجات دي قيمتها في التربه بتخل بتسرع حكايه ان انا التربه دي كان بور وارض بور ومزرعه قبل كده، في وزن سنه واحده بكون خلاص ادى التربه دي حياه بس فوق نوع من انواع الكائنات الدقيقه، وبقت التربه جاهزه انها تنتج له منتج او قيمه او محصول يعني فيه قيمه غذائيه عاليه. ف حاليا الدوله متجهه انه التمويل في الزراعه كان في مشاكل ولسه في مشاكل، هي بس مشاكل بتاع التنسيق، قانون العمل وقانون الاستثمار الزراعي، القانون بتاع الاستثمار عموما وقانون التجاره والصناعه، القوانين دي كلها حتى تم صياغتها ثاني على اساس انه هي تخدم الامن الغذائي، تخدم شنو؟ تخدم رؤيه الدوله لانه انا انتج 200 واكتفي ذاتيا في خلال كم سنه، وبعد ما اكتفي ذاتيا كيف اقدر انا اصدر لي منتج يطلع باسم السودان على اساس انه يكون عنده اعلى قيمه غذائيه، لانه احنا عارفين انه حس عندنا مشكله الامن الغذائي لدرجه انه بقت مهدد امني. يعني في حس في دول بيتم يعني للاسف غزوها واحتلالها كان ماليا ولا ثقافيا عشان فيها موارد غذائيه. نحن ما دام نكون احنا قاعدين في الحته بتاعت ان احنا ضعاف لدرجه تجي دوله تغزونا كان بقروشها كان باستثمارها، لكن المفروض نكون احنا المصدرين ونكون يعني نرجع لقائمة نصل لسلة غذاء العالم. نصل ده مش سلة هي، لكن احنا نصير رقم ثلاثة. نتكلم عن السودان مصنفة رقم ثلاثة من ناحية الأراضي الزراعية، فكونه مصنفين رقم ثلاثة احنا أكيد نحن حسي حاليا في كمية من الدول خاتانة تحت المجهر. لأنه شنو؟ أيوة أنا كيف أخش البلد دي يعني؟ الغزو حاصل يعني بدأ ثقافيا في كمية من الدول الكبيرة دي، بقت تبدي الناس تديهم سكولارشيب تعالوا اقروا عندنا وتعملوا، دي كلها نوع من انواع الغزو. يعني نتكلم عن خطط في 50 سنه و60 سنه نحن كيف نغزي الحته دي وكيف نقعد فوق. فحنكون ان شاء الله نكون واعيين للفتره دي ونستخدم الحاجه اللي وصلوها الناس. التقنيات الزراعيه ما غاليه طبعا، هو طبعا المزارعين قايلين انها غاليه، لكن لما نيجي نشوف مردود الاقتصادي بيجيب حقه في سنتين، ما في حاجه في الدنيا بتجيب حقه في سنتين الا يعني. صحيح. طيب انا هسه مزارع، سمعت الكلام الجميل بتاعك ديه وتحمست وعاوز انهج المنهج ده انه انا اتبع تقنيات، الخطوه الاولى المفروض اعمل شنو؟ الخطوه الاولى انا بقول شوال بطلع انا عندي كم فدان دار ازرعهم عشان اصنف نفسي، يا يعني اما صغار مزارعين ولا مزارع ولا متوسطين ولا مستثمر زراعي. يعني تمام. من فدان لخمسه فدان انا خلاص مصنف كمزارع صغير او صغار مزارعين. ده عنده بنوك بتموله تماما، عنده حاجات بتقدر يموله اللي هو حدود شنو السماد والبذور ولو داير بقر ولا داير اي حاجه عشان تكمل له زراعته. اصلا الدوله كافله له تماما التمويل بشنو؟ باثبات انه ملكيه الارض. لو ما عنده ملكيه الارض بيمشي اللجنه الشعبيه بتديه الملكيه لهم، بس كيف انا اعرف انه زود فعلا القروش دي حيشيلها يخدها في زراعه؟ زمان للاسف البنك الزراعي كان بيجي لحد عندك بيديك لها في الارض، وحس الحمد لله برضو رجع على النهج ده انه بيجوا بيشوفوا زياره بيعملوا زياره وبيقول لك فلان المهندس الزراعي هو اللي حيكون متكفل بيك من ناحيه استشارات. لو قبلت بالكلام ده بقوم بديك تمويل بتبدا تزرع طوال. لو انا مزارع متوسط في الحاله دي تكون عندك داير ميزانيه اعلى وداير تقنيات زراعيه اعلى ابتداء. وهنا بنتكلم عن نظام الري الموجود عندك في المزرعه. نظام الري التقليدي يعني للاسف هو نظام اناني جدا، انا بستهلك في كميه بتاعت مويه انا ما محتاج لها، وبستهلك في كميه وقت كان ممكن تفيدني في صحتي وفي تعليم اولادي وفي كذا. فاستخدام الاليات الانظمه الري يعني ما غاليه، عندها تمويل كلها برضو حلول التمويليه كثيره شديد، بس بتحتاج مرات انه كل مزارعين اثنين او ثلاثه مع بعض يعني يكون في بيناتهم نوع من انواع التعاون عشان يستلموا نظام ري يكفيهم الثلاثة، أو يعملوا لهم بير تكفيهم الثلاثة، ودي برضو حاليا موجودة عندها تمويل. بتكلم عن 300,000 في من كان 50,000 حسي بقت 300 في 4 أنفاق بتعمل 1,200,000 تعمل لها حاجة كويسة يعني أو 1,200,000. يعني هل فكرات معينة أظن ممكن أمشي لها وكذا؟ أيوة في أي البنوك كلها الدول الأجريمنت إنه هي تصل بالسقف بتاع لحد 300،
في ناس نفذوا، في ناس حسي قاعدين يجهزوا انه ينفذوا. الموضوع كله في انه كيف انا القى ضمانات كافيه انه انا ادي الزول ويرجع بعدين، عشان ما يتعسر يدخل نفسه في مشاكل قانونيه، وانا بالنسبه لي كبنك يعني اتعرض لمساءله من البنك المركزي ولا كده. وفيما يخص التقنيات الحديثه اللي انت ذكرتها انه ممكن الناس أيوة. تاجره وكذا في حاليا، ايوه يعني نتكلم عن المواسم الجديده الزول ممكن يمشي وين؟ من أيوة. الحلول الشركات كل الشركات كان زمان بتستعمل او كانوا مركزين مع المستثمرين الزراعيين، هسه حاليا الشركات كلها بقت مركزه مع صغار ومتوسطين المزارعين اللي هو دي الفئه الاكثر في السودان. كل عن 80% من المزارعين في السودان هم يا مزارع صغير يا متوسط، والشركات زمان كانت مركزه مع المستثمر الكبير لانه هو عنده فند وعنده مقدره يثبت على الاقل انه انا عندي منافذ بيع او بقدر ارجع بها القروش. ف مثلا الخطوه الاولى هو عنده كم، الخطوه الثانيه عرف طيب. دارز بتاع شنو برضه عشان برضه نقدر نقيف معه. دكتوره ساري لو سمحتي لي اتفضلي. بالنسبه للاليات دي يا باشمهندس زي شنو يعني، ممكن تدينا امثله عليها؟ الاليات في السودان ولا عموما برا؟ يعني حسينا في السودان زي نتكلم عن في انظمه ري جديده بقت متحركه زي بدل الري المحوري، في أنظمة ري متحركة بذاتها. النظام الري بيسقي لك من 10 لحد 20 فدان، ما بيقدر يسقي أكثر من كده، عشان كده بنقول هو مستهدفين به المزارعين في الفئة المتوسطة الصغير والمتوسط. ده نظام الري ب 6000 دولار 7000 في فاسيلة الزيادة، بيسقي هو قلنا زي ما 10 ل 20، المردود بتاعه بيجي في 3 سنين بس 10 ل 20 فدان. ايوه طيب. الحزمه الثانيه او الطريقه الثانيه اللي هو طريقه الري بالتنقيط، دي ما شغاله في كل المحاصيل، بالذات شغاله مع الفواكه والخضره العاديه دي نوع خس وجرجير وحاجات، ودي عباره عن انظمه بتاعت ري مدروسه معاها سنسرات مع الفالف بتاعها، بتحكم انا في البلف وبقفل وبفتحه بتطبيق من الموبايل بتاعي، بيكون مربوطه معاها سنسرات بتشوف الرطوبه في التربه كم. دي حسيت نفذ منها 3 ولا 4 بروتوتايبس هنا في غرب درمان، سعيره شويه اعلى لكن مردوده برضه سريع، لانه بتدي اجمل واحسن واسرع خضار يعني ممكن يلاقي، بتدي النبات نقط معينه كده من المويه كل فتره معينه باملاحه باي حاجه، وده كله الحزمه نازله كامله في تطبيق بتاع الموبايل، بتلقى نفسك بعد 45 يوم حصلتي منتج جميل ومنتج عالي وقيمته ذاتها عالي جدا وبيسعر كويس يعني من غير ما تستهلك مويه كبيره، 60% اقل في المويه. طيب وغير انظمه الري ثاني في شنو؟ في الاليات الصغيره، الاليات الصغيره دي كان هو الصين والهند كلهم قلبوا انه يا اخي المزارع ده بدل ما يشتغل بيده يعزق ويقلب الارض وينظف الحشائش، بيقوا عملوا اليات صغيره، دي آلية يكون فيها يا إما دينامو أو يكون فيها جرينات الصغيرة كده اللي هو يشغلها يا بديزل يا بشغلها بالكهرباء، في جزء منها بتشحن بالليل والصباح طوال بيشتغل بيه، وفي جزء منها بالفيول عادي اللي هو يا بنزين يا جاز، دي بتشتغل بيدي يعني أكون ماسك أنا بيديني وماشي بها على طول الخط وهكذا بليف برجع بليف برجع، بتعمل لك الحاجة كان بيعملها زمان باليد اللي هو بتسهل كمية من الناس وكمية من الوقت برضه، اللي هو بدل ما انا اجيب لي نفير ولا اجيب لي يوميات عمال يوميه بقوم بنظف كل يوم قطاع، بقول يا اخي انا خلاص اشتغل كل يوم نصف فدان نصف فدان، بلقى نفسي بعد 3 ولا 4 يوم كملت الارض اللي انا زارعها كلها، وبرضه بتنفع للناس اللي عندهم لحد 10 فدان، لو اكثر من 10 فدان المفروض انا استخدم التراكتر واستخدم الاليات اللي هو زي في التراكترات الصغيره دي في الكبيره على حسب الحجم بتاع المزرعه. اما حاليا السوداني او المزارع السود المزارع السوداني حسي حاليا ما بده يشتغل له، يعني ممكن يكون اي مزرعه عندي فوق التراكتر عشان كده بيشتغل بالاليات اليدويه دي. اوكي طيب كلها بتيجي من الهند زي ما انت ذكرت سع لا حسينا في السوق في 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 هندي وفي صيني وفي في كوري وفي منتجات برضو كمان جايه من تركيا كلها كفاءات عاليه، اي واحد عنده يعني الاسعار مختلفه والكواليتي والعمر يعني عمرها مختلف. ما في أي جهة داخل السودان يعني بتنتج أي نوع من الآلات ولو كانت بسيطة يعني زي في حالياً جياد بتنتج الآلات، لكن الآلات مطبوعة للتركترات اللي هو يعني إكسسوارات للجرارات الزراعية،
لكن حاليا كده في بحري في شباب بدوا يعملوا لي ماليات صغيره، حيبدوا بحياة بسيطه شديد برضو في وين كان تقريبا هنا في طيبه، برضو في مزارع، او هو ما مزارع، هو باحث بدا يعمل لها اليات بسيطه لكن مردوده عاليه جدا. يعني انا بتكلم عن انه بيستهلك بدل ما استهلك 20 نفر يزرعوا بآلة واحدة يقوم بيبذر، في الزاد الشغل بتاع السيدنج، شغل التبذير بتاع البركة. التبذير يبقى فيه يعني من ناحية فيه، وطبعا هو السوق هو اللي بيحدد الشغل ده. يعني أنا متأكد الشباب دي أول ما يوصلوا لمرحلة التسويق هيكتشف إن السوق عطشان جدا وداير زيادة، وحيفيد كل يوم هيكون في تطبيق لتقنيات جديدة، وعليها هيكون في برضه سوق جديد هيكبر، وهيكون في شباب برضه يركزوا عليها وهكذا. يديك العافية يا باشمهندس. الله يعافيك. طبعا في مداخلات في الفيسبوك، أحمد حجازي ذكر نفس النقطة اللي أنت قلتها هذه، إنه we need to encourage entrepreneurship among the youth، إنه نشجع المبادرات ما بين الشباب. وذكر كمان إنه من المشاكل هي مشكلة آليات وتغيير ذهنية الفرد. أنا صراحة متفق معه تماما، فما عارف أنت رأيكم شنو؟ تغيير في شنو؟ ذهنية الفرد mindset. ما هو المشكلة حسي كلها، إحنا حسي كلامنا كله في الذهنية. يعني إذا كان أيوة. السودان قبال 10 سنين، أنا بس حبيت أخذ مشاركات من الفيسبوك، استهلاكنا للخبز ذا العيش الواحد ده كان أقل من الحسي حاصل. بدل كان الناس بتشغل مع عصيدة وكسرة وقراصة وده كله خلوه يقول لك يا أخي العيش أرخص وأسرع وكده. فللأسف المزارع برضه بفكر بكده، المزارع بيفكر في ان انا اكثر حاجه بتجيب لي قروش هنا. يعني بدل ما انا ازرع ازرع لي حاجه انا شايفها انه هي مردوده في السوق تعبان، بزرع اغلى حاجه. اغلى حاجه طبعا للاسف هي ما قاعد تكون اكثر حاجه عندها انكم، يعني الريفينيو بتاعه الاخير هو لو طبعا المزارع برضه يعني عنده بصيره في انه اكثر حاجه ناجحه، مثلا اكثر حاجه ناجحه في ارضي، اكثر حاجه تنفع مع البلد هنا، فبقوم بزرع براي لحاجات كثيره. اما الصح يعني انه انت تزرع الحاجه المدينك لها اعلى قيمه ماليه، اعلى قيمه ماليه بتمشي للبحوث الزراعيه. يعني حسنا الليل واحد من الناس، انا زرعت في الشماليه قبل كده، لما مشيت ازرع ماشي ازرع برسيم. ليه ازرع برسيم؟ عشان بس انا عارف انه ده بيجيب لي عمله حره. فاول ما وصلت هناك لقيت انه انا ارضي وكميه المويه بتاعتي بتكفي انا ازرع برسيم. فمشيت البحوث الزراعيه قعدت معاهم، طلع انه في الولايه الشماليه قبل كده الزرع قمح، القمح ده بسموه هواي، ما محتاج يكون مغمور في المويه، وادى مش القمح معلش رز، زرعوه مبادره كان جاي من تيم جاي من اليابان، زرعوا الرز ده وجاب انتاج عالي جدا جدا. فهم ليه تاني ما زرعته مثلا؟ قال لي والله صراحه عشان نزرع الرز لازم اللي هو التفكير بتاع المزارعين كله متغير. نحن لما صح. زرعنا الرز كان الانتاج عالي شديد، لكن جاء اكل الطير والاستهلاك كمان المجتمع. لا الاستهلاك كويس، استهلاك الرز نحن نتكلم عن حاجه من جهه من برا، يعني استهلاك بتاع الرز بيديني فجوه، بيغطي لي منصرف في عمله حره، وفي نفس الوقت عنده قاعده كبيره الرز ما هي. لكن نتكلم عن المزارع، هو ما بكون متصور ان الرز ممكن يزرع في الشماليه. ليه؟ لانه لازم يكرر نفس الحياه اللي كان بيزرعها الناس قباله، بيزرع فول بس، بيزرع شمار، بيزرع قمح، بيزرع اسمه شنو زر الصفراء اللي هو عيش مكال زي ما بنقول، وما حيغيرهم. عشان كده حس الليل المداخله قال لك يا اخي المفروض نغير المنتاليتي بتاعتنا احنا ذاته وكده، تفكيرنا المفروض يتغير في حاجات غير دي مردوده اعلى. انت لو داير مردود اقتصادي مردوده اعلى. ليه؟ لما انتزرع عليه حاجه زي البطاطس زي الطماطم زمان كان زرع في الشماليه، بس يا دوب دخلت الولايه الشماليه والطماطم والبصل الحاجات دي زمان بيزرعوها حق البيت بس، لكن كميات تجاريه يا دوب زرعوها قريب ولقوا مردوده اعلى بكثير من الحاجه كان زرعها زمان. فيا ريت لو كمان الدوله كان يعني كده بتشتري الحاجه برقم كبير كان الناس كلها زرعت الحاجه اللي بدها الدائرات الدوله. حاجه جديده خليك ممكن تغطي لنا بصوره كويسه باشمهندس امنه. أيوة. مزارع محتاجين ارشاد زراعي وتدريب فعلا. يعني عندنا مشكله كبيره جدا في الارشاد الزراعي صراحه. يديك العافيه. في حاجه حاب تضيفها؟ انا عن نفسي لا، ما يكون في مداخله. انا يديك العافيه، شكرا جزيلا. في مداخلة دكتور أمير أو دكتور مرتضى؟ أيوة مرتضى معك. أهلا بك دكتور مرتضى، تفضل. والله يعني الليلة باشمهندس قويس، يعني فعلا أدانا معلومات هو دكتور أمير فعلا.
يعني فعلا بعدين بالذات فعلا احنا يعني الاشياء دي بتحتاج كل زول، مشكله السودان ما الموارد، لكن كل زول فينا قاعد في جزيره معزوله. يعني اللي بيعملوا معلومات تذكرها عن التمويل الزراعي وعن انواع المزارع اللي جربوا تجربته في الشماليه، نحن بالنسبه لنا دي معلومات ذات. انا افتكر يعني الليله احنا كنا في وزاره الزراعه وفي اللجنه الزراعيه ونتكلم عن استخدام المسح، استخدام الاقمار، صور الاقمار الصناعيه في المسح الزراعي. فالناس هو التقانات اللي بتتكلم عنها فعلا، لكن لو في اشياء زي دي فعلا مطبقه وشايف ذكر المساله بتاعت انظمه الري ان احنا بنسمعها بنفتكر انه والله فعلا لسه ما وصلت وما موجوده في السودان، او الالات الصغيره ذات ما موجوده. ودي كانت واحده من الاشياء اللي الناس، التراكترات الصغيره، الاليات اليدويه، البيموتور. فانا افتكر يعني ده دام يعني امل للاستثمار الزراعي بعد للشركات الكبيره وكده لاستخدام التقانات. نحن انا بعدين في مداخلتين ان شاء الله انا بدي اتكلم التقانات، هي صح الحسبه التقنيه والناس بدات ترتبط بها، لكن المستوى اللي بيتكلم عنه تخويس انا افتكر ده معلومات جديده بالنسبه لنا. ان شاء الله نتواصل معاه في انه في احنا كمنصه ذاتنا كاتحاد غرف زراعه انه يعني نستضيفه وللعضويه بتاعتنا انه ينشر لهم الكلام. لانه انا لحد الليله في مشكله في التمويل الزراعي، في مشكله في الضمانات، في مشكله في ضمانات الجمعيات التعاونيه. فلو تجربته دي نحن نستفيد منها، كيف يقدر قدرت يعني تجاوز المشاكل دي بالنسبه للتمويل. ولو شرح لنا تجربته دي احنا فعلا نقدر نعمم التجربه بتاعته للناس، باقي المزارعين يستفيدوا منها ان شاء الله. صحيح، ده كلام ممتاز، بالتوفيق يا دكتور. طيب، تكلمنا عن سلسلة التقييم الزراعية الحقيقة أنا تحت محور الطرق ولتحقيق الأمن الغذائي. لا أنا أفتكر فعلا دي يعني باشمهندس ماشي في الحتة بتاعت الانوفيشن والشغل المايند سيت بتاع الناس انه تغير كيف. انا ما اقدر ارجع لانه ارجع لتغذيتنا، لكن دائما انا برجع بانه اقول ان احنا الموجود عندنا شنو؟ هل عندنا محاصيل بتاعت امن غذائي؟ هل احنا الكميات قبل ما امشي للنوعيه، لكن ككميه بدأت السؤال الاساسي. وللاسف نحن الاحصاءات الاساسيه او ما عندنا احصاء. دي واحده من الاشياء اللي حاسس احنا الاحصاء الزراعي الناس يا دوب بيشوفوا له في تمويل. لكن بفتكر بالذات الموجوده عندنا من المعلومات البسيطه، ولو اخذنا الايرور فيها والاكيرس بتاعتنا شلنا نسبه كبيره، لو اشتغلنا بنسبه يعني لو 50% من الارقام دي صحيح، سواء كان الثروه الحيوانيه سواء كان المحاصيل الزراعيه، انا افتكر في موارد للامن الغذائي بتكفينا. لكن بيبقى المشكله، عشان كده ذكرت قصه سلاسل القيمه ليه؟ هل المنتج ده اللي جبته ده او ربنا ادانا اليوم، افتكر كله ده من رب العالمين. احنا ما عندنا كافي اي دور اساسي، لا استخدمنا اله زي ما ذكر ويز زي، ولا استخدمنا تقانات بالزراعه التقليديه اللي هي 80% من الزراعه قطاع تقليدي. يعني الشركات والاجتهادات بتاعتنا دي كلها، سواء كانت الشركات الكبيره دي يعني في احسن الاحوال 20، وفي ناس بيقولوا 10%، لكن 80 ل 90% من زراعتنا تقليديه، معناتها جايه بطريقه تقليديه. عشان كده انا بقول لا يعني متوسط، لو مسكت انا بس الذره 50% من اراضي السودان المزروعه الان احنا بنزرعها مزروعه بمحصول ذره، بيجي بعده الدخن، بيجي بعده الفول السوداني، بيجي بعده السمسم. دي كلها اشياء موجوده بالزراعه التقليديه المطريه قبل استخدام الري بتاع. فاذا دي كلها انا موجوده عندي وبتنتج عندي، انا عملت شو بالانتاج ده؟ عشان كده انا افتكر سلاسل القيمه في الحته دي، نبدا ندرس القصه من الانتاج. صح. بعدها التخزين، التصنيع، التسويق، هل المراحل دي كلها للمحاصيل اللي ربنا هبها لنا دي مجانا، هل نحن درسنا القصه دي؟ بتجي تلقى الشعارات كلها زياده الانتاج والانتاجيه، القيمه المضافه من اجل الصادر، الكواليتي. يا اخواننا هل الحاجه اللي بتحتاج تكلفه اكثر؟ مش تكلفه، انا افتكر ما اقدر اقول اوف بوينت. يعني للاسف في التخطيط للزراعه نحن اوف بوينت، وده ما كلامي انا، ده كلام الاتحاد المفوضيه الزراعه في الاتحاد الافريقي. اتعملت دراسه 2013 وتوقعت سلموها لنا في 2015 اسمها الناشونال انفستمنت اجريكلتشر انفستمنت بلان. يا اخواننا انتم عندكم انتاج وما مشيتوا بيه لقدام، عندنا عيش دفناه في المطموره وبنستورد 2 مليون طن ونص بتاعت قمح، عندنا الدخن جلوتين فري ونحن الناس كايسينه ونحن بنكوش في حبوب ثانيه،
المسألة في خلل أساسي في تخطيطنا. للآن الخطط عشوائية، بدينا بالنفر الزراعية والنهضة الزراعية والخطة، يعني ما في يعني احنا المفروض يكون في استراتيجية وفي هدف محدد. يعني انا انبسطت جدا من كلام ما نسوي انه ناخذ هدفنا ونشتغل يعني بنصل بعد سنة بعد سنتين بعد، لكن على الأقل عندنا هدف وعندنا خطة. يكون عارف نفسه بيعمل في شنو. اكزاكتلي، ما كل مرة نحن نطلع من حاجة لحاجة، تمزيق فاتورة الجمع، يعني شعارات كده استهلاك، وفي النهاية بنصل ما بنصل فيها لنتيجة. فلكن حس لو قعدنا بس وشفنا على الأقل حددنا 5 محاصيل، ودي كانت الخطة بتاعت الزراعة المنهجية، مش خطة كل دولة ما كوبي بيست، يعني كل دولة شوف تدرس حالتها، عندها ميزة نسبية في 5 محاصيل 3 محاصيل تمسكهم توصلهم. وعندنا تجارب كثير، ماليزيا مسكوا البالم اويل من الزراعة لحد ما ركبوا السفينة زيت وطلعوا بيهم وقصدوا. فنحن لو مسكنا 3 إلى 5 محاصيل ومشينا بيهم لقدام في السلسلة بتاعت القيمة من الإنتاج، نشوف هل الإنتاج ده فعلا نحن نستخدم حبوب بذور تقاوي محسنة، هل استخدمنا آلات زي الذكرة أبو أحمد على الأقل حارتنا. في تجربة بسيطة جدا عملتها، ودانا أنا هنا بحب أذكرها، مسكت المزارعات الصغار في القضارف عندها منظمة زينب، عملت حاجة بسيطة جدا، أدت تقاوي محسنة وجابت تراكتر، لأنه ما كل واحدة عندهم ثلاثة فدان تقدر تشتري تراكتر، حارتت لهم. فدي ده الدعم اللي قدمته لهم، أدتهم تقاوي محسنة وحارتت لهم الواطة بتاعتهم، حس وصلوا ل 3000 فدان في القضارف. وطبعا ده كانوا مركزين على الجندر، ده كلام بيعجبكم شوية، مركزين على المزارعات. في مشكلة ولا حاجة؟ نفتكر مشكلة عندي، كان بتكلم كلام جميل جدا دكتور مرتضى بس ما عارفة. يبدو أن دكتور مرتضى حصلت عنده مشكلة في الصوت أو كذا. في الحقيقة هو طلع من الجلسة، يبدو انه مشكلة نتورك. ايوه تمام، جراجع. انا في الاول افتكرت المشكلة من عندي صراحة. طيب يا حيدر، لو عايزين نلغي الويتنج روم دي. لا هو رجع بس المايك حقه لسه مكفول، ما عارفه. ألو. أيوة مرحبا دكتور. مرحبا بك. دي التقنية المناسبة. كهرباء قطعت، هذه من وعي شو حسي. معلش. التقنيات المناسبة appropriate technology. فأنا أفتكر جد يعني نقدر نعمل كثير جدا جدا لو وصلنا في السلسلة بتاعت القيمة، لو درسنا وشوفنا القصة نمشي بالخمس محاصيل بتاعتنا دي. أنا أفتكر دي بداية تكون في التخطيط السليم. كان احنا دائما بنقول انه كاستخدام سلاسل كمنهج للتخطيط الزراعي، لو استخدمنا القصه دي انا مؤكد بنستفيد. زي ما ذكرت انا قبل ما اتقطع الارسال النت، انه 30% من الحبوب بتاعتنا مهدره بسبب التخزين، بنخزن في المطموره.
بعد ذاك مشينا قدام ما في اي تصنيع لها. يعني المطاحن بتاعت القمح مبالغ فيها، للان في مطحن واحد بتاع ذره. ليه؟ خلينا الذره ودين ما يستثمر تغير قبل، بتكلم عن العصيده والقراصه بتاع ده كله. احنا مشينا للرغيف، والرغيف ده فيه يعني برضه فيه دوكيومنتري فيلم ممكن الناس يشوفوا، ده اسمه الويت تراب، الشرك بتاع القمح، فالفخ بتاع القمح. ليه احنا وقعنا في الفخ بتاع القمح؟ وزي ما ذكر احنا لازم نرجع نعمل قصه. عندنا كتاب 1000 صفحه ده تراديشنال فود بتاعنا اللي هو فيه القيمه، اللي بيتكلم عن الكواليتي، اللي عملت التخمير، لو عملت في كم حاجه بتزيد من القيمه الغذائيه بتاعتي من الرو ماتيريال بتاعت عيش ولا دخن ولا غيره خلافه، بطرق كثيره جدا ما محتاجه لحفظ بتاع الطرق بتاعتنا. اللحمه بتاعتنا ده كنا بنجففها، في يعني في كميه من المنتجات. والان انت براكم شفتوا الخرطوم، الحس الغزو الحاصل يعني مش الغزو ولا التغيير في السلوك بتاع الليل. الوجبات بتاعتنا بدات بالقراصه والعيش ومشينا للفول، والفول بقينا مشينا للقوش، والان دخلت الباكومبا ودخلت. يعني دي برضو محتاجه الناس برضو تدرسها، يعني هل في امكان احنا يعني فعلا الدخن فيه استخدامات كثيره جدا جدا. فدي كلها اشياء احنا ممكن نستفيد منها موجوده. انا افتكر الاستفاده مما هو موجود ده، ما عارف نحن ليه بنهملها من الجانب ده دائما. التغذيه بالمحاصيل الموجوده بتاعتنا دي، والليله العالم كله رجع خلاص خلى الجلوتين فري، ده بيبحث عن الجلوتين فري، والجلوتين فري كله موجود عندنا احنا هنا، موجود عندنا فعلا. انتاجيتنا بتاعت الذره عالميا نتكلم قبل مهندس جدا، احنا رقم 3 في الاراضي الزراعيه، نحن رقم 6 في انتاج الذره. مش بيع انتاجيتنا الضعيفه وبيع تقليديه الزراعه بتاعتنا، نحن نمبر 6، لكن للان ما في زول بيتكلم عن الذره. نسمع كلها حس الدوله كلها متوجهه الزراعه للقمح ولمحاصيل الصادر. طيب الليله هل تصدق سعر الطن بتاع الذره 390، في حين القمح طن لا يتجاوز ال 180 200 دولار. فدي برضه دي قيمه، دي عندنا احنا موجوده، لكن برضه احنا ما استفدنا منها. فانا افتكر الموجود من عندنا من الحبوب تكلم عنها هي لو مسكناها سواء كان حبوب او البقوليات الموجوده عندنا الثانيه العدسيه وخلافه، دي كلها بتكون انا افتكر من ناحيه بتاعت النوع بتاع التغذيه ما مجرد كربوهيدرات بس، كربوهيدرات مع بروتين معها الانواع الثانيه دي، نحن بنقدر نصل فيها لامن غذائي وتغذوي في نفس الوقت للكواليتي بتاعتها. فلكن برضه نحن محتاجين يا اخواننا، المساله دي ما بتتم بالشغل بتاع الشورت سايتد، لازم نقعد ونشوف عندنا شنو والجابس وين في سلسله القيم المعينه لكل محاصيل. وما حاجه صعبه جدا، يعني 5 محاصيل ندرس سلاسل القيمه بتاعتها مختلفه كل واحده من الثانيه. يعني حسنا نتكلم عن السمغ الصادر، السمغ العربي، السمغ العربي يتكلم عن التقانات ويقول لك لا بكل يقول لك قيمه مضافه ثانيه ما نصدر ماده خام. القصه دي خطا كبير جدا جدا، في معلومه اساسيه غايبه عنهم. لما يقولوا لي لا ما نصدر سمغ ونعمل قيمه مضافه، لو مسكوا سلسله القيمه بتاعت السمغ العربي بيلقوا في الانتاج في الاول، المنتج ده ما عنده مويه يشربها. الليله عن السمغ تكلمنا معاهم مزارعين بيقول لك بنبدل صفيحه السمغ بصفيحه مويه. يعني ده حاجه زي ما بتخيلها. يعني هو محتاج معناه انا ابدا من الانتاج ادي على ادي اوفر له واعمل له بير، عشان المساله دي انا مش بالي قدام، لكن انا طوالي مشيت للنهايه وما شفت البدايه كان فيها الخلل فيها شنو، عشان اجيب لي مصنع بتاع بودره الرزازيه اللي سوى عربي عشان اصدر. واذا انا زولي مزارع اذا ما الاقي مويه يشربها، ده الخلل الاساسي انا افتكر في التخطيط وفي تفكيرنا احنا نبدا من وين ونعمل شنو ومحتاجين لشنو والجابس وين. انا افتكر وعلى اساسها يتم وضع الاهداف بالضبط، الخطه بعدين الزول يعرف انه هي حامل شنو. يعني لما يجيني مستثمر يا اخي دقيقه، ما اي زول يستثمر اي اسيو بده في اي مستثمر من برا بيجي بحدد الليل انا القابس اللي عندي انا طوالي. حسي معظم المستثمر الزراعي ما شوف برسيم، شالوا المويه وشالوا البرسيم ودوا البقره في السعوديه وبقره في السودان قاعده جعانه، ويقول لك بنستورد مليون طن بتاعت لبن، حتستورد بمليون ثاني اذا انا يعني ده الاستغلال تحت الموارد بتاعتي. ففي خلل اساسي في سياساتنا في خطتنا التنميه الزراعيه بتاعتنا. يعني الليل لو مشيت انا وزاره الزراعه ومشيت الثروه الحيوانيه ومش مشيت وانا مشيت فعلا وبقول لهم ادونا خطتكم، للاسف ما في خطه، كل مره بتتغير حسب الشيء السياسي. الليله الخطه بتاعت النايب دي الناشونال انفستمنت اجريكلتشر انفستمنت بلان دي توقعت في الاتحاد الافريقي ومضوا فيها الرؤساء الافارقه كلهم
ونحن بدينا فيها جدعت في الدرج في وزاره الزراعه. ثاني حاجه طلعوا لنا خطه جديده، يعني ما ممكن نقعد قطع احنا نكون لايسين في القصه دي وفي الدوامه دي، انه فدايره الناس توجه والليل الناس بتاجروا بالزراعه. انا قلت لهم يعني ما ممكن الدوله كلها يقول لك الزراعه هي عماد الاقتصاد واملنا في الزراعه طيب عملت شنو للزراعه دي انت؟ وضعت لها خطه، اديتها تمويل زي ما حس التمويل بيتكلم عنها، بس انا شايف انا ما اقدر اقول له لكن ما لامسنا على الواقع. الليله البكة الزراعي الان في الموسم اللي فات عاوزاه 33 مليار للليله مدوا له. الليله احنا كنا في اجتماع يقول لك الخش ما في. طيب الصومعه وين الصومعه؟ صوامع لسه والله ما يعني اشياء اساسيه. الليله الموسم الصيف الان ده المؤشرات بتاعته خرافيه، موسم استثنائي، ربنا يحفظنا من الجراد ومن الطير. السنه دي بالرغم عدم الدوله ما قد يعني اهتمام الدوله ما قدمت ولا شيء من جانبها، انا افتكر المساله دي ربنا ادانا موسم غير عادي غير عادي. حيكون انتاجيه بتاع الذره خرافيه، انتاج بتاع فول سوداني خرافي، وربنا يعني شوف ده سهل لنا الزراعه في السودان كيف. الناس السمسم فعلا تهبش بالافه بتاعت الهاموجي، لكن ربنا لا تدانا فرصه انه قلعوا السمسم وزرعوا بدله ذره، وقلعوا السمسم لما شافوا انه مهدد بالافه دي وخدتوا بدله حب البطيخ صادر بتاع التساري ده. فيعني الانتاج غير عادي، لكن ستيل نحن ما في حاجه نحن قاعدين نركز فيها بحيث انه يا اخوان الاستفاده مما هو موجود عشان نسير الخطوه اللي بعد نخطط استخدامات، سواء كان قيمه مضافه في التصنيع، سواء كان نحن نحسن الكواليتي من اجل الصادر، دي كلها بتجي. لكن الاساس بتاعك انا افتكر محتاج مننا للشغل وبرامجكم دي، انا افتكر والتوعيه بتاعتكم والتناولها في وسائل بالذات، انا بفتكر الشباب دورهم اساسي، لانه نحن المايند سيت بتاعنا خلاص دي طريقتنا من سنه من الاستغلال لليله. كل دور فينا بيجي يحط لنا خطه والبعده بيجي يشطبها بده منور جديد وهكذا. فنحن حسي برضه في لسه نحن عايشين في كايوس، نمشي بالزراعه دي فيها اتجاه، نبدا من وين؟ هل نمسك القطن نخلي القطن نخلي لا شر ما زرعوا الطويلتين مسحنا من مشروع الجزيره دخلنا بدل القمح، حسي مركزين في القمح ناسين باقي المحاصيل الثانيه. وذكرها يعني في محاصيل الرز الهوائي ده، نحن ليه بنستورد رز وعدس قدر شنو؟ يعني احنا لو دايرين نبدا من وين؟ البستورو ده عشان اوقف العمله الاستنزاف الحاصل لي ده صادق فعلا. الفول المصري ده الفول بنستورد قدر شنو؟ يتوسع فيه يعني الامن الغذائي حقه يشوف ولا اي استثمار يتوجه ما يزور اي يستثمر في اي مشروع ليبرسيم، ازرع لي ذره ازرع رز ازرع لي عدس ازرع لي فول مصري ده برضه يكون في توجيه للاستثمار الزراعي بالضبط. توجيه للاستثمار انا بقول لهم لما سالونا حسب حوجه الدوله، وقف الاستثمار الزراعي العشوائي وتوجيه الاستثمار لسد الفجوات في سلاسل القيمة للمحاصيل الأساسية الموجودة في السودان. دي لو اتعملت بنمشي لقدام بكل المستويات زي ما ذكر الرئيس، من صغار المزارعين للمتوسط للشركات الكبيرة. شكرا جزيلا. يديك العافية دكتور مرتضى. صراحة أنا الفيسبوك قفل من عندي وفتح تاني، فبعتذر لأستاذ أحمد حجازي أو دكتور محفظ الألقاب، عنده مداخلة على كلامك. قال تمنيت أن يبدأ العلماء بسوت أناليسز للواقع الزراعي، سيما وأن شكل الاقتصاد لما بعد كورونا سيتغير، أين الخطط الاستراتيجية؟ ده تقريبا في نفس الكلام اللي أنت كنت بتقوله قبل شوية بالضبط كده. وبرضو ذكر أنه نحتاج إلى تطبيق الجودة في المزارع مثل ما فعل دكتور ديمنج في مزارع مع مزارعي الأرز في اليابان. ممتاز، أنا أفتكر دي فعلا، وكمان أنا بس نسيت في كلامي لك كنت خطيتها في محور قال حيتناول شخص ثاني، انه ما تاثيرات الكورونا علينا برضه. نحن من الدول الربع حبانا اللي الناس كلها بتكون حيكلفوا امن وغذائهم في الكورونا في بعد ما بعد الجائحه كيف. نحن العكس كمان، ما عارفين نودي ما حنعرف نودي غذائنا ما بعد الكورونا. انا بقول الكلام ده ما عند لكن ما عن ثقه ساكت بحسب نحن اتصالاتنا باعضائنا في المناطق المختلفه سواء كان في القضارف او في النيل الازرق، بالذات الموسم الصيفي الحالي ده ما عادي زي ما ذكرتك قبل شوي في كلامي. وانا افتكر ده حيأمننا نحن من ناحيه الغذاء بنختلف من باقي الدول الثانيه تاثيرات الكورونا، العكس حتكون علينا ايجابيه لانه احنا عندنا غذاء اكثر مما نتوقع. تمام، في مداخله برضو من استاذ عبد الرحمن التجاني معنا في زوم، ممكن تفتح المايك وتتفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم والجميع. سوري، عبد الرحيم تقريبا، شكلي غلطت في الاسم. أيوة، عبد الرحيم. عبد الرحيم التجاني، تفضل. يعني في عربي نفسي، أنا محاضر في جامعة بحري حاليا، باحث في مستوى الدكتوراه في المجال مرحبا بك. بعد داتا ساينس. أنا حابب أتكلم في 3 نقاط، أو حابب أداخل في 3 نقاط باختصار. تفضل. النقطة الأولى إنه الموضوع بتاع يعني الموضوع بتاع إنه نحن ما قاعدين نعمل زي ما بيقولوا خواجات كات ثرو الإيشوز، نمبر 1. الموضوع الثاني إنه نحن يعني ما عارفين الأولوية شنو صراحة، لأنه إذا بدأت من النقطة دي بس، في أي برنامج أو أي نشاط اقتصادي، زراعي، اجتماعي، whatever كان، زي الموضوع على السيدة، محتاج له، محتاج يكون في التوب برايورتيز بتاعت الدولة نفسها. لأنه كل النقاشات اللي بتتم حاليا في مجموعة الباحثين السودانيين وفي كل الحتات الثانية، هي تظل مجهودات منفردة، ومجهودات طبعا يحمد كثير كثير جدا للناس اللي بيقوموا بيها، ما في 2 3. لكن الحاجة المهمة إنه الحاجات دي لازم تتحول لأولوية، أولوية للدولة، أولوية للدولة للحكومة، عشان ما تلقى كامل الدعم. يعني صحيح. اللي عندنا مثلا أويس، هو مهندس اتصالات ومزارع، الناس يعني مثلا هو عنده خطط وعنده برامج وعنده أهداف موجودة في راسه من خلال نشاطه الزراعي، داري عماله. طيب أنت عشان ما تكون الحاجة دي هي أولوية للدولة، ده بيتيح لكل المؤسسات البحثية والجامعات إنها تتوجه في الحاجة اللي هي دايراها الدولة. يعني لحد الآن للأسف، نحن لحد الآن في السودان بعد الثورة الجبارة دي وبعد التغيير يعني الكبير ده، اللي لسه عندنا مشكلة بتاعة تحديد الأولويات. اللي هي تحديد الأولويات دي بيتبني عليها في النهاية توجيهك بتاع البحوث العلمية في فترة زمنية محددة، كويس، ودعمك للبحوث العلمية في فترة زمنية محددة عشان ما تصل لشنو. يعني احنا كنا متمنين انه يتحدد الأولوية انه مثلا الاكتفاء الذاتي من جميع السلع المستوردة اللي يمكن انتاجها في السودان. بعد ده اذا حددنا الأولوية دي، بنجي نشوف عن طريق عملية عصف ذهني لكل الناس المهتمين بموضوع الزراعة، الانتاج الزراعي، الانتاج الحيواني، الأمن الغذائي، الري، كيف نقدر نصل للهدف ده. يعني انا اعتقد انه واحده من اشكالاتنا الكبيره جدا في السودان انه احنا ما قاعدين نحقق، او يعني ما قادرين نحدد اولوياتنا. ده طبعا صحيح. على ده طبعا على مستوى الدوله، يعني نتكلم على مستوى الدوله اللي هو مثلا حكومتنا الاساسيه دي مفترض تحدد اولوياتها، ويحصل عصف ذهني لكل المختصين. يعني اذا فرضنا انه احنا حدد عندنا اولويه بتاعت انه نكتفي اكتفاء ذاتي من معظم المنتجات الزراعيه اللي احنا قاعدين نستوردها، طيب الكلام ده بيترتب عليه انه لازم يحصل زي ما قلت يعني عصف ذهني، كيف نقدر تو ابروتش الهدف ده. ده بيدخل معاك كل الباحثين، كل اساتذه الجامعات، كل الناس المهتمين، عشان تقدر توجه كل جهدك من مستوى مشروع التخرج وتقدر تدعم وانت باموال حقيقيه. لكن اذا ما حددت الاولويات، بيبقى الاشكال هو بيبقى الاشكال قائم وحيظل قائم، وحنظل ندور في الدوامه دي. يعني ما أعرف، أنا طبعا بتكلم هنا بس بحسرة شوية، لأنه الوضع صعب ولحد الآن إحنا بنلف وبندور. فأنا شاكر جدا للمجهود اللي أنتم بتبذلوه في مجموعة الباحثين السودانيين، وللكلام المثمر والمفيد اللي قدموه السادة الضيوف. شكرا جزيلا لكم. يديك العافية، شكرا جزيلا على مداخلتك. والله أفتكر نقطة مهمة جدا. بالضبط. أستاذ أحمد حجازي برضو ذكر lack of alignment. هذه ذات الدين اللي أنا قلت بيه، عدم التنسيق، وكل زول قاعد فينا في جزيرة معزولة. والتحديد الأولويات دي بتجي من دراسة سلاسل القيمة، يعني الأناليسيز أوف فاليو تشين بتاع أي برودكت بيورينا ذات إحنا أولويتنا شنو. زي ما ذكر، الأولوية بتجي من دراسة، من تحليل سلاسل القيمة اللي هي الأناليسيز أوف فاليو تشين المنتجات الزراعيه، المحاصيل الزراعيه دي بتحدد الاولويات. انت من خلالها بعد ذاك بتشوف اكوردنج للجابس بتاعتك وين في السلسله دي بتكون دي الاولويه اوريدي اتحددت لك.
فانا افتكر نقطه مهمه جدا، وانه لازم تتحدد اولويات، لان فعلا احنا محددين اولوياتنا، دايرين نعمل شنو، احنا دايرين نكتفي ذاتيا، دايرين نصدر دا يعني ممكن دي كلها تترتب بطريقه ترتيب الاولويات. ودي ذكرت قبل كده في المؤتمر، قبل ما يعملوا عقد المؤتمر المانحين اللي اتعقد ده، بيجي يسالك ذات داير شنو يعني، هل داير طاقه، هل داير يعني انفراستراكشر، بنيات تحتيه، داير يعني نحدد اولوياتنا دي، ومن خلاله بعد ذاك فعلا دي مهمه جدا جدا، لانه يعني دي كلها بتظهر وين؟ في دراسه سلاسل او تحليل سلاسل القيمه الزراعيه. بيديني ده كله، وانا حددت محاصيلي، بجي اعمل لها تحليل للدراسه فيها الاسوات اناليسيس لكل حلقه من الحلقات، من الانتاج، من التصنيع، من التخزين، بعمل اسوات اناليسيس من خلالها بتتحدد لي الفجوات، من خلالها انا بقدر ارتب الاولويات حسب السلسله، الترتيب في السلسله تحت القيمه المحصول الزراعي. فدي انا افتكر بنامن عليها، ودي فعلا نقطه وجيهة جدا جدا. الالاينمنت فعلا يعني حسي كل زول فينا، انا اضرب لك مثل بسيط جدا جدا، وانا يعني ما داير انا، لانه مبسوط جدا من كلام زول الاتصالات اللي بقى مزارع خويس، وما داير انا الروح دي انا يعني اسبب فيها نوع من الاحباط، وعشان كده داير اشجع انا وحتواصل معاهم ان شاء الله بعد الحلقه دي كيف نقدر نمشي بالتوجيه. لكن لانه الان مثلا مثل بسيط الالاينمنت، وزاره الري قالت ربنا في الفيضان ده جاب لها مويه بتاعت هتخزن ورا الخزان تكفي لزراعة 800,000 فدان قمح في مشروع الجزيرة. ناس وزارة الزراعة قالوا لا، نحن والله بنقدر على 600. فبقى وزير الزراعة بيتكلم عن 600، وزير الري بيتكلم عن 800، ناس مشروع الجزيرة بيتكلم عن 700. يا أخواننا أنتم ما ممكن قاعد يكون زور قاعد في 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 أنتم كلكم في السودان قاعدين هنا، وكلكم في الخرطوم في شارع الجامعة، أقعدوا مع بعض عشان تتفقوا لنا على حاجة، لأن المزارع محمد أحمد المسكين ده برضو راجيكم بهناك عشان على الضوء يعمل التمويل على الضوء الري. يعني دي فعلا في اشياء الزول ما قادر يفهمها في السودان. نحن بنعمل كده او نهجنا ده لازم نغير شديد. فانا افتكر نقطتين وجهات جدا. شكرا دكتور مرتضى، ذيك العافيه. طبعا كان بودنا انه نتشرف برضو بشمهندس امنه، كانت حتتكلم لنا عن دور الزراعه المنزليه في تحقيق الأمن الغذائي، ولا سيما إن هي امبارح شاركت معنا ورقة ثرة صراحة عن الأمن الغذائي الأسري، لكن للأسف لبعض الأسباب الفنية ما قدرت تخش معنا، لكن لعلنا نتشرف بها بإذن الله في مرات قادمة. كذا خلاص احنا تقريبا أخذنا كل المداخلات في الفيسبوك، لو في أي تعليق أو إضافة عشان نختم. بس أنا والله إضافة لكلام دكتور مرتضى، بس كلام بسيط كده، تفضل يا باشمهندس. طيب دائما الانتاج الزراعي المفروض يصحب معاه انتاج حيواني، يعني صح، انا شايف فيه مال كبير عشان تكمل المنظومه فعلا. يس يس، ونحن طبعا موقعنا الطبيعي في الثروه الحيوانيه معروف ويل نون، يعني مع المشاكل اللي بدنا نقابلها اخيرا في الصادر والامراض والقصص دي، الاخوه في الثروه الحيوانيه والبياطره اللي انا متاكد عندهم الكباسيتي انه يحلوا المشاكل دي. لكن عموما انا بقدر اناقش الموضوع من وجهه بتاعت امن غذائي اسري. يعني طيب احنا زمان بتذكر انه يعني الغرى في مشروع الجزيره الحولي مدني، لانه طبعا انا صميم مدني يعني قادر افهم شكل الحياه الحولي مدني في القرى الحولي مدني، دي كلها قرى كانت بتقع في صميم المشروع، فكان هاي هو مشروع حواشات وفي بوليسي زراعيه معينه بتاعت المشروع انه يزرعوا قطن ويزرعوا فول، لكن كان في استصحاب لتربيه حقت حيوانات على مستوى البيت، يعني في غنم، في بقر، في دواجن. فتخيل معي انه الناس اللي قادرين يوفروا البروتين الحيواني بتحويل بطاقه تحويليه من حاجات هي اصلا موجوده عندهم في نطاقهم، يعني ما حد بيشتروها، يعني الحواشات عندي قاعده، المويه قاعده، الحيوانات قادره تريس في جو زي ده بدون ما يخسروا، بدون ما يضيفوا كلفه اقتصاديه كبيره على باعتباره كومبليت ايكو سيستم. طبعا مع انه اقتصاديا طبعا دائما التحويل من للحوم، دائما الكفاءه التحويليه للحيوانات في انتاج اللحوم هي طبعا مخفضه ومكلفه اكثر، معروفه عالميا، لكن اتليست قادرين زي الكلام اللي قلنا قبل اللي احنا في موضوع الغذاء المتوازن، انه في النهايه قادرين هنا في دي صوره مسكره لامن غذائي اسري، يعني على المستوى الهاوس هول، على المستوى الاسري، يعني قادرين مثلا ربوا لون حبه جداد، شالون جداد ضبحوها، شالون بيضة كلوه، عندهم البهايم حلبوا الغنماية، حلبوا البقرة، يعني في النهاية لبن، في بيض، في لحوم،
معناها هنا يا جماعه الكلام كله بنقول فيه قبيل على انه الناس دي قاعده تتحرك في الاوبشن حقت اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء مع موضوع هنا. انه يا جماعه انا ستيل بقول نفس الكلام، يعني حتى لو قمنا زرعنا كل المحاصيل حقتنا الخمسه والاربعه ديل وانتجنا البيك في كل المدن وعملنا السلسله التحويليه واضفنا فاليو وعملنا تصنيع، بس احنا كل عندنا مشكله بتاعت انه يا جماعه احنا لازم العمليه تكون متكامله. يعني في النهايه انا المواطن البسيط ده غلبان على امره ده عشان يقوم هو ذات يكون كجزء من عجله التنميه اللي بنتكلم عنها دي عشان يقدر ينتج، هو لازم يكون بصحه جيده يا جماعه. صح ما صح؟ اكيد يكون بصحه جيده لازم انا اقوم اوفر له الخيارات البديله في اكله، ومع الانفليشن والزياده في اسعار الغذاء يقول الناس اللي انا حاسس قاعد اتكلم انه في ناس بقت تكنسل وجبه وجبتين يجي ياكلوا وجبه واحده. صح بالضبط. يعني يا ربنا يعين، لكن انمي ف نسأل الله انه الامور تمشي لاحسن والبلد تطلع من المنعطف الخبيث. ربنا يا يهون. رب يا رب، اللهم آمين. والله كويس، ممكن لو صلحت الدنيا. اتفضل. رجعني انا طبعا اتكلمت شايف، لكن باشمهندس رجعني انا زول انتاج حيوان اساسا، زراعي انتاج حيواني وزول منتج بتاع دواجن الان انا يعني. فدار اتكلم برضو عن القصه دي، فعلا انا افتكر الدواجن دي يعني احنا برضو الناس ما بركزوا عليها كثير. شايف ذكر كيلو البروتين او كيلو اللحمه ب 1000 جنيه، نحن بنفتكر برضو الحصل في الدواجن ده شيء ما سهل. يعني الدواجن كانت اغلى من اللحوم الحمراء، كانت صح. بنسبه الليلة 125% الليله، الليلة بنسبه الدواجن كم؟ 50% الليله 50% من اللحمه يعني الحمراء، خمسمية. يعني 500. عندنا مشاكل ثانيه طبعا في التسويق، احنا من المزرعه بتاعتنا بتطلع ب 450، بتصل المستهلك 800 و700 في السوبر ماركت. دي بعد ذاك شوفوا قصة طويلة، طيب يا لكن في دكتور الانتاج مرتضى، ممكن نشتغل على 450 دي؟ هل هي دي التكلفة الحقيقية؟ بالضبط، لأنه ما عندك مشاكل تانية. كانت ذرة غير عادي السنة اللي فاتت، ما عندك إنتاج بتاع ذرة. نحن اوكي، بنقول علف السنة فيها ذرة علف خرافي جدا جدا، وده أسعاره أساسا عالية. السنة في ذرة فيه دواجن فيه، وإن شاء الله موسمنا الجديد ده ذرة فيه، بس داير معنا نفس القصة. المشكلة يقوموا تمويل يشيلوا لنا، لا يشيلوا يصدروا يبدلوا بقمح، يبدلونه بقمح. وده اللي حصل من وزاره الماليه، قلت لهم تستدلون هو بخير باللزق وادنا، يعني ما ممكن يشيلوا القمح يبدلوا لنا يشيلوا الذره يبدلوا لنا بقمح، عشان دول يعني عملوا الدبليو اف في. الواضح كان هذا المنظمات لفتك. كلها خشت كمشتري، رفعت لنا اسواق العيش في القضارف. دي كلها سياسات بتاع الدوله المفروض تنظم التسويق بتاعها. ليه طرحنا المساله دي؟ وبكره عندهم اجتماع في البنك الزراعي، يا اخواننا رجعوا المخزون الاستراتيجي بتاع الذره، ده بيستعدل كل الاقتصاد. لكن يا دكتور احنا مرتضى، اقتصاد. المواعين التخزينية في نعم استراتيجي، هل هي بتكفي البلد في على مستوى الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث؟ هذا السؤال برضو كمان. لا، دي نحن انتاجنا متوسط الذرة بتاعنا 5 مليون طن، صوامعنا 400 ألف طن، لكن دي لقيناها فاضية. لقينا ال 400 ألف دي فاضية، إذا فاضية باعوها، هي ذاتها فاضية، صفر مخزون استراتيجي، صفر الليلة. اتباع عشان يبدلوا بيه ويجيبوا بيه الدولار، اتباع عشان يجيبوا بيه قمح. دي ما في زول بصدق كلام زي ده، طيب يعني معناها كيف انا يحصل؟ افتكر يا دكتور انه اول خطوه هي الاستثمار في المواعين التخزينيه دي، وده اللاين الاول. موجوده بالضبط، حس في موضوع في مواعين كان 2018 والليله ذكرناه في الاجتماع، البدايه في المساله بتاعت احنا قبل ما انتاجنا ده نخزنه بطريقه بروبر صوامع، وموجوده وديناها الدراسه بتاعتها بسيطه جدا جدا. 3 شوالات بيجيبوا الصومعه، يعني ما يعني قيمه 3 شوالات بتساوي قيمتها صومعه. تخيل 3 شوالات يا اخواننا، كيف الكلام ده؟ قلنا له هذا بالحساب، الشوال بتاعك ب ب 500 ألف، المليون طن بتاع الصوامع ب 60 مليون، يعني ب 60 دولار، وقسمتها على 10 يعني الصومعه ب 6، وديك ب 3 شوالين، سوري كمان هاي 3 ل 6. فيعني في مش في زبون ساكت، يعني 3 بدل تجسلك 3 شوالات خيش، ولا حس المشكله كلها مدخلات خيش 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 خيش، 3 خيشات بيجيبوا لك من الصومعه. طيب ده ممكن يكون يا دكتور مرتضى يعني حاجه جاذبه جدا للاستثمار من القطاع الخاص البرايفت سيكتور. بالضبط، ما حس ده اللي بنقوله، قلنا عشان لما نجي مستثمر بدل اقول له امشي اقول له امشي ازرع برسيم، يا اخي تعال لا هذا عندي صومعه،
بدها تكمل بالضبط لنا مويتنا، تكمل مويتنا الجوفيه بالضبط، ما ده التوجيه بتاع القصه، وماشيها انه اللي بشكل تام. يوجهه بالضبط كده، توجيه للاستثمار في في الفجوات الموجوده في سلاسل القيمه بتاعت المنتجات بتاعتنا دي البدايه. انت من خلالها بتحدد اولويات الذكاء بتاع جامعه البحث. فانا افتكر لازم الناس تكورك بيعلى حسها، يا اخواننا ستوب، وقفوا الاهدار للموارد ده، نلحق مواردنا الموجوده، ننظم رقبتنا، صحيح. نعمل اولوياتنا. طبعا يا دكتور مرتضى، تاكيد لكلامك ده، وانت رجل خبير في الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني. طبعا حاسس ان لما الكلام كان قلته قبل، انه يعني حزاتنا لما نقوم على الحاجات بنعملها اكستريم، يعني لو بس عملت سياحه حبه كده في الحيشان المالي الخرطوم دي، بالذات المناطق حقت معارف الشيه، حوش الشيه، حوش شنو، حوش شنو، ففي اوفر كونسبشن جدي للبروتين الحيواني من اللحوم الحمراء بجد. يعني ممكن يكون هاي في في ليفل معين من الناس، لكن ذاته طبعا دي مشاكل على فكره، ذاته دي مشاكل ثانيه، يعني في اوفرلود على الكلى ومشاكل حقت يعني الناس بيتصرفوا مشاكل لكن كثيره في بدون مقاطعه على الكلام، لكن في دائما انتم يا اخواننا منتجات، قلت لك حصل التطور في قطاع الدواجن، الزياده في الانتاج والزياده في بصوره ما عاديه، في النهايه الوفره نزلت السعر بتاعها، يعني انتاجنا الان نحن بنفتش في اسواق للصادر هسه دي شغالين فيها، لانه خلاص يعني السوق مليان بالدواجن بصوره ما عاديه، وفي عندنا مشاكل مرات كثيره جدا، بالذات في حسب زي اي شتاء عندنا مشكله في التسويق، يعني بيكون في طيب ركود. لاحظ معايا دكتور مرتضى، انت يعني حسي مثلا، انا اديك مثال بسيط، المملكه العربيه السعوديه دي حسي اكثر من 40% من الدواجن المستهلك فيها هي مجمده، وبتجي من البرازيل. شوف البرازيل دي وين والسودان دي وين. عندنا يلا نرجع ثاني للشيل مع بعض، يعني المطلوب حسي واتصلنا بالشركات انه الدوله هي يعني تقدم عن بروتوكول بين الدول، يعني انا ما براي بقدم، عندنا شهادات، عندنا حسي في مجازر عندها شهادات بتاع الجوده ايزو، اللي هي بقت تدي المطاعم بتاعت كنتاكي والنادي، لو ما عندك صح شهادات ايزو صح وهذا صح وكذا، كيف يعني من سي ناحيه جوده صح. الدواجن وصلت القمه بتاعتها، مستوى انتاج كفاءه انتاجيه عاليه بنفس المستوى الاوروبي، الكواليتي حس عندنا مجزر سيرتيفايد بشهادات بتاعت جوده مبالغ فيها. بيبقى القصه برضه الدوله المفروض وزاره الثروه الحيوانيه تعطي وزاره الزراعه هناك زي ما حاصل في قصه الماشيه دي، تتم وناس التجارة بالقطاع الخاص وناس بتاعها الصناعة والتجارة، الصناعة والتجارة الخارجية برضه، لأنه إحنا مع ده بالظبط، سوق يخشوا بتاع، إحنا ممكن القصه دي نقدم لكم دواجن بالظبط أورجانيك وبكواليتي عالية ولحوم اكزاكتلي، كويسة يعني فده برضه وفريش. ده حته ده فيها شغل بالظبط. فانا افتكر ده مجال الان احنا ده بوتنشال موجود في السودان، لكن برضه ده تحرك من لز طوال يا اخواننا تحرك، لكن دايما التعاون مع الحكومه شويه في البروقراطيه بصوره مع يعني يعني لازم هاي لانه نقنع. بتخليه يا دكتور مرتضى من الصادر بتاع الماشي الكل يوم ماشي وسفينه راجعه وماتوا في الشارع وعيانين بالظبط، رجعوهم بالدواجن اسهل. لكن برضه انا قصدتك بين في كلامي في حته في الدواجن مهمه جدا، بخلاف الصادر بتاعتك دي مؤكد كلامك صحيح 100%. المنتجات السنويه يا اخوان انت عارف حسي انت بالحياه الطرفيه بتتكلم عنها دي، ماي وين بتتكلم عن سوء التغذيه فيها، انا افتكر الناس بياكلوا بروتين رخيص بصوره ما عاديه، الكبده، القوانص، الرقاب، صح. حتى الكوارع صحيح. بتاعت البلاد دي الناس اي اي بيستهلكوها، عندنا يعني حس احنا ما بنلقى اكبر سوق، اكبر طوال، سوق بيجوا يشتروا متعهدين بيمشوا طوال هناك المناطق الطرفيه بيعرفوا يستخدموها، بس وجبه بتاعت بروتين غنيه بروتين حيوان بالبروتين طبعا غنيه عالية، جدا، اي يا ما في اثنين ثلاثه نسبه هضم عاليه جدا جدا، صح. وسعرها رخيص، يعني يعني افوردبل المنتجات جدا، صح. السنويه للدواجن انا افتكر دي برضه الناس مهملينها ما شايفينها، يعني المستوى بتاع اللي بتكلم عنه بتاع التغذيه انا افتكر هنا دي في الدواجن خدمت بنسبه كبيره جدا المنتجات الثانويه. ده خيار كويس طبعا، صحيح، بوفر بوفر احتياج من بتاع البروتين اللي ممكن يكون محتاج جسمه اللي هو بالظبط يومين اقل، يعني ربنا يعين. بالتاكيد اللهم انتوا امين. بتاع والله التغذيه انا الحوار ماتع، بدعوكم نمشي سوا لسوق سته، مشينا بارينا القصه بتاعت المنتجات السنويه بتاعت الدواجن دي، لقينا حاجه مذهله جدا، كل المنتجات اي حاجه السنويه دي بتطلع عندها برودكت وعندها وجبات وعندها سوق بالضبط، وعندها بشيله احنا حاجه بنسميها الفراخ البياضه، بعد ما ينتهي الفتره بتاعت الانتاج بتاعته بيمشي بودوه هناك بالضبط، بتطلع المنتجات السنويه منه وبتعمل منه بروست للفرخه ذاتها، لكن بتجي في شوربه. فمشينا هناك في السوق حايمين، وكان معانا مواصفات، وفدنا المواصفات
مشينا نشوف المنطقه دي كده كان فيها مجزر، المفروض هل يعني يستمر ولا ما يستمر، عملوا له سيراميك يعني المواصفات تحته، فلقينا برا حله كبيره كده شوربه بتاع الجداد. دي شنو؟ قالوا بعد ما يسلقوا الجداد ده سبيل، يعني تخيل عاملين سبيل بتاع شوربه بتاع الجداد. ما شاء الله، سبيل غني مجانا جدا فيه كل النيوتريينت وبغطي جزء كبير حيط. لا والله ما شاء الله ممتاز. طيب يا جماعه عندي سؤال. تفضل يا استاذ. شنو الافضل، هل استخدام الدواجن ولا استخدام اللحوم مثلا زي الضان والبقر وكذا؟ والله يا... من ناحيه غذائيه ومن ناحيه اقتصاديه. شوفي، هو طبعا اقتصاديه كلام دكتور مرتضى واضح، اللي تكلفه اللحوم البيضاء 50% من اللحوم الحمراء كدواجن. أوكي. يعني نص قروشك بتجيب لك احتياجك للبروتين اليومي. الحاجه الثانيه طبعا في يعني في ادفانتج وديس ادفانتج لون الاثنين. طبعا بالنسبه لان احنا حاسس ان مشكلتنا في الشارع السوداني شنو؟ الهيموجلوبين. يعني لو مسكت الشعب السوداني الحايم ده كله في السوق العربي ده بس مسكون راندم لاجريون الهيموجلوبين بتاعه، عشان كده الملاريا سارحه فينا. يعني هتجي الناس دي كلها الهيموجلوبين بتاعها بلو 60 صح؟ يعني ما نقدر تلقي لك زول مثلا هيموجلوبينه 80 90، لانه بامانه يا جماعه طبعا البلد البيومين والبلد هيموجلوبين دي الحاجه اللي بتعكس المستوى الجيد وضعك التغذيه الجيد. يعني كل ما كان الهيموجلوبين عالي انت معناها تغذيتك كويسه. فالهيموجلوبين ده عشان يكون محترم لازم لحوم حمراء لانه فيها حديد عالي طبعا، في 2 3 الايرون عالي، ده اللي بيكون الهيموجلوبين اللحوم. لكن كمان الكوست حق اللحوم الحمراء على الصحه اللود بتاعها كبيرة على الـ على الـ على الكلى، يعني دي مشكلة تانية بالذات الناس اللي عندهم مشاكل حقت سمنة اوفرويت وبيزيتي وناس دايبتيك ولا ناس هايبرتنسيف، دي مشاكل. فالاستهلاك العالي من اللحوم الحمراء بيرهق الكلى بتاعتهم وبيرفع يعني الكرياتينين واليورين بشكل اكبر. في الحتة دي هنا لازم يكون في تخطيط بتاع وجبات بحيث انك تقوم تشكل لون وتوازن ما بين، لانك انت اذا مشيت في ضيط كله لحوم بيضاء هتجي انك بعد زمن بديت شنو؟ بدل الهيموجلوبين احسن له دروب. فانت اتليز زي ما قالوا الشباب دي الجديد، انت اما تيجي تخطط وجبات لازم تخط وجبات فيها لحوم حمراء وفيها لحوم بيضاء. يعني اتليز اللحم الحمراء دي لازم تستخدمها في الاسبوع اتليز مرتين. لكن مثلا الخيار الافضل طبعا الخيار الافضل الدواجن، بعد اللحوم الحمراء الدواجن، والدواجن ذاتها حسب الكط يعني الخيار الافضل الصدور افضل من الدرم افضل من الارجل وغيره، ده باعتبار انه الناس اللي عندها مشاكل في الكلى. والخيار الافضل من الدواجن برضو طبعا السمك نمبر 1 يعني. لكن طبعا ده برضو بيخضع تاني نرجع نقول الكلام اللي بنقول في قبل البرايس والانكم، لانه اكيد ما عنده ما بيقدر انه يقدر يشتري له لوبه عدسيه ولا يشتري له فول ولا عدس، طبعا اكيد ما حيقدر يشتري لحوم بيضاء ولا حيشتري لحوم حمراء يعني، دي المشكله. فانت حسب الوضع الوضع التغذوي بلز عليه ولا الهيستوري بتاعك من الامراض من حالتك الصحيه بتحدد تخطيط الوجبات الملائمه لوضعك الصحي يعني. دي الحاجات المهمه يعني. اوكي، فكل عنده تقليد. معلش انا بس عندي مداخله وعندي استفسار. تفضل دكتور. معانا هنا خبراء غذائيين، فهو ده رساله من ناحيه التيفل في اثيوبيا ده. انا كنت قاعد هناك 4 سنين ولاحظت انه ما شاء الله ما شاء الله يعني الطف بيقول الطف يا الطف. طيب هو الطيف دي طيب اللغه الحبشيه الطيف الطف هو طعم يعني مشهور انه فيه كميه حديد عاليه جدا، وفي نفس الوقت هم طعم معتمدين عليه تماما، حتى غير القيمه الغذائيه بتاعته، القيمه بتاعته كدقيق يعني مكفي يا سيوبي ما شاء الله. سيوبي بيتكلم عن 120 مليون نسمه مكتفين ذاتياً، يستوردوا الجيرة... لا يستوردوا قمح الانجيري دي بيأكلوها هاي هاي ما بيستوردوا نهائي قمح، وده كلام ده ما عندهم هاي يدخلها في دقيق دي من برا ماشي، عندهم السكر كانوا يستوردوا زمان وحسي الحمد لله عملوا لهم 6 مصانع كبيرة جدا ويكتفوا برضو من السكر. فالتيف عنده ميزة انه انتاجته عالية جدا جدا، يعني انتاجه حاجة بتقوم زي النجيلة لكن فيها ما شاء الله يعني فيها انتاجية ما طبيعية. نتكلم يعني عن الفدان الواحد بيطلع كمية من الشوالات، وهو ذاته ما يعمل وانجير أنا ما بيستهلك معي، يعني نتكلم عن لو قلنا ربع بتاع طاف بيجيب زي قريب الأربعة بتاعة العيش بتاعنا من ناحية انجيرة أو من ناحية كسرة. فهم متمسكين به جدا، وكان حتى مانعين إنه يطلع برا البلد وكده،
على اساس انه لما سالنا اكتشفنا انه هم معتمدين ما بس انه هو يعني بدل البديل للخبز يعني، لا انه فيه هو الحديد، والحديد هو بنتكلم عن الهيموجلوبين ويتكلم عن الشعبي كله ما صحته كويسه نسبيا، هم امراضهم بسيطه لكن طبهم تعبان طبعا، يعني بنتكلم عن عشان في مشكله في الكادر الطبي يمكن اللي بيمرض ده خلاص يعني خلاص كده ده شنو احتمال لا قدر الله يفقد حياته، لكن اصلا ما بوصل مرحله من نفسه لمرحله انه يمرض، برضه عندهم الافوكادو بياكلوه عشان هو بديل للدهن النباتي يعني. فليه احنا ما نستحدث الحياه دي يعني؟ حسي الافوكادو مثلا بيقوم في اي حته، بيقوم فوق المانجا ممكن يكون فوق شجره بتاعت نانو نفس البيئه نفس اي حاجه. وفي نفس الوقت الذره بتاعنا ما شاء الله احنا عندنا ذره وعندنا دخن وعندنا ذره رفيعه وهو العشرين برضه اللي هو الذره الصفراء. فالحاجات دي كلها لو دخلت في حتى لو نبيعها برا ونحن سودانيين نفسنا ما قدر يغير البيهيفير بتاعه متعلقي نستفيد من انه الحاجه دي قيمتها ماليا اعلى من قيمه القمح اللي بنستورده كل يوم. والله يا ويس طبعا هي في مشكله حقيقيه. شوف نحن عندنا مشكلتين اساسيات، السودان واثيوبيا واريتريا وجيبوتي طبعا دي كريجون دي يعتبر من اكثر الريجونز في العالم فيه مشاكل حق التغذيه على مستوى العالم على فكره، يعني دي ذات منطقه افريقيا المريضه اساسا. ايوه الطفدة هو يتبع لنفس الفاميلي حقت الفتريتا والمايو وزن 10 وزي عيشنا ده على فكره ما فايته كثير. ودائما على فكره الناس يعني حسب مثلا في امريكا يعني حسب احنا في الذره الدوله الثالثه زي ما قلت قبل، مثلا الدوله الاولى في العالم في الذره ممكن تلقى امريكا على فكره، ذره رفيعه ذاتها العيش بتاعنا ده، امريكا هي الدوله الاولى المنتجه في العالم. طيب بالضبط اي دي كلها طبعا بيسموها الستيبل فود، ودي كلها يا جماعه هي نشويات يعني كلها واحد تركيبه واحد على فكره. الرينج بتاع المغذيات واحد، يعني الذره دي كل البروتين بتاعها كان اثيوبيه كان سودانيه كان لقيتها في تنزانيا كان لقيتها في اوغندا من 9 ل 14 ومرات من 7 ل 14 ما بتفوت الحد. يلا انا دائما بقول نفس الكلام اللي قلنا قبل، احنا الكميه ما مشكله لانك انت حاسس لو كميه الليله مثلا بتلقى فول الصويا ده البروتين بتاعه 50% صحيح، لكن ككوانتيتي، لكن التشيكن البروتين بتاعه 21%، لكن في التغذيه افضل لك التشيكن من فول الصويا. في المشكله ما الكميه دائما، المشكله الكواليتي الجوده، لان انت بتتكلم عن بروتين وقيمته شنو النيوتريشنال فاليو حقه البروتين. فبالتالي انه كل ما كان مثلا فيه اسينشال امينو اسيد وحماض امينيه ضروريه واساسيه مهمه في النيوتريشن للانسان، لانه انت في النهايه اما تضطر تاكل لحوم بانواع ممكن تاكلها بدون عيش بدون كسره وبتسد حاجتك وجسمك بيلقى الحاجات الدايره، لكن مثلا ما ممكن اشيل لي كسره كوبها بمويه ما عارف وكب لها سكر واكل، لا انت كده بتاكل لك في دريب بتاع جلوكوز ما عملت حاجه. يعني النيوترينس الثانيه الدايره جسمك ما في، يعني ما في بروتين، واذا في ذاته حبيبه وقدر الفي فغير يعني ما في ولا حاجه الدايره جسمك. فدي المشكله. فنحن واثيوبيا والصومال وجيبوتي يعني كريجون كلنا في الوضع التغذيه بتاعنا يبدو انه متشابه، ما في فروقات اساسيه، بس هم بيفرقوا بيننا في شنو يا بس بيفرقوا انه هم الانجيره دي موست لايكلي بياكلوها بشنو، بياكلوها بالجيومز بغوليات، عندهم زي بغوليات بيعملوها كده ناس الحبه اللي ما عندهم قريشات بياكلوها بغوليات عدس زي شنو كبو في الانجيره دي. هنا حاجه اسمها الشرو اشيروا هنا بحاولوا يكملوا الوجبه، يعني جابوا مصدر بتاع بروتين على مصدر بتاع صحيح. حبه مينرالز حبه فيتامينز حبه هناي، يعني ده التنوع اللي انت ذكرته قبل والتوازن. لكن الناس اللي عندهم قريشات مثلا بياكلوا معاه لحوم صح، ميت لحم ايوه ثاني اي دي الافضل طبعا. يلا الوضع ده بينطبق علينا، كسرتني ذاتها عصبتني ذاتها، انا كنابي الاحتقاليه دي ما وجبه كامله على فكره، انا كنت بحاجه فيها لحمه يتزكي جنبها كده صحن سلطه صغيروني جرجير وبتاع جرجير وسلطه وغيره، كملت الفيتامينات والمعادن مين في النهايه بتشايل الوجبه بتاعتك. لكن نحن مشكلتنا في السودان يا جماعه، يعني حاسس الواحد ممكن يمشي يعمل له فته ب 500 جنيه، صح ولا ما صح؟ صح. الفته دي حتكون كلها عباره عن يعني طن كده بتاع عيش قاعد كربوهيدرات بس، يكب لك فيه حته جبنه كده وحته زيت وديها ملح وصوته ويقول لك انا اكلتها والله شبعت، في حين انه ما عنده ثقافة انه مثلا قول ان شاء الله كيلو البرتقال ده ب 150 كيلو الموز ان شاء الله ب 70، فباي حال من الاحوال افضل كيلو الموز وكيلو البرتقال من الفته ما ادري اثنين ثلاثه. عشان كده دائما احنا حاسين عندنا المشكله الاكبر انه احنا عندنا يعني غير الناس في هانجر في ناس في جوع،
في اطفال عيانه، في اطفال بتجي المدرسه ما قادره تتعلم لانه هي جعانه وعندها مال نيوتريشن، عندها مشاكل حق سوء التغذيه، وبعد شويه سوء التغذيه حتاثر في الجهاز المناعي، بعد شويه التحصيل بتاع التعليم حيقل، بعد شويه الهروب من المدارس حيزيد، التعليم الناس حتخليه، ما هو زول جعان حيقرا لك شنو؟ وفي نفس اللحظه امه ذاتها مريضه وعيانه، ومن تجي تحمل هي ذاتها اثناء حملها حتكون هي بتعاني من مشاكل بتاع التغذيه، وحتجيب طفل مريض، وحتى اللي ده الطفل طوال حمشه وده حضان، يعني مشاكل قاعد تشبه بعض وفيها سيكونس. دي كلها انت لو ما قمت صلحتها من الاول عن طريق الوضع التغذوي الجيد حق المواطن الداري وقاعد التنميه، ده دي الاهم. فقصه الوجبه الكامله دي يعني حس ان احنا مرات لو ملاحظ في حلول، يعني حس الفول المصري بقى غالي، شايف الناس بقت تعمل اللوبه العدسيه تعمل الفول صح؟ ها؟ يعني في خيار، هي دي المشاكل يعني. ف لو ما لقينا بدائل، لو ما لقينا لحوم نشوف بدائل حقت لحوم، نشوف بغوليات. البغوليات غاليه حقيقه، اللي احس لو فتنا بس جبنا ازعار العدس والفاصوليا والفول المصري بالكيلو بس من السوق حتلقى مبالغ خرافيه على فكره. يعني حسي اللي لو فتت الكشك بتاع فول ده كله، ده الفول ما بديك اقل من فول ب 100 جنيه او 50 جنيه ما اعرف والله، احتمال يعني، لكن دي قصه. الله يعين. اللهم امين يا رب. صراحه الحوار ماتع وشيق، تخيل لي احنا فتنا ساعتين لو انا ماسك الزمن مظبوط. فبس حابين نختم بتوصيات منكم جميعا، توصيات عامه وتوصيات برضو لبيت السنده. والله انا باشمهندس اويس ودكتور مرتضى، انا استفدت جدا من كلام باشمهندس اويس وكلام دكتور مرتضى. انا دائما قاعد اقول الحل دائما في الوعي شخصيا. اي ما عندنا قريشات ووضعنا سيء ومشاكلنا كثيره، لكن اقلاها نوفر الوعي لحد ما يجينا القروش. صحيح. فانا دائما بقول دائما انه دائما دور لانه يا جماعه دائما المسؤوليه، ما هي الجامعه دي هي مسؤوليه شنو؟ ما ان غير التعليم والتدريس عند البحوث وعند المجتمع، دي اهم شيء، دي اي ده الفوكس بتاع اي انستيتيوت تعليم يعني في العالم. فالجامعات تقوم بدورها يا جماعه، في دورها في المسؤوليه المجتمعيه، يعني تصل الناس، انلايت الناس، تثقف الناس، توعي الناس. فانتوا يا بيت السنده وكل الناس المهتمين بالغذاء والتغذيه، انه والله يا اخي وعوا الشعب السوداني البسيط ده، اقل لا يعرفوا يعني، خليه يعرف المعلومه حتى لو ما عنده الافورد، انه الحياه ما عنده اكسسبيليتي للحاجات، خليه يكون اقل لا يعرف المعلومه. يلا وصل المعلومه بالطريقه البسيطه، بتكون زبون فيد بالنسبه له بلغة البسيطة، الناس تصل الأحياء، المدارس، تمشي تعمل تنوير في المدارس، في الجامع، في الحلة، في الحي، دي الأشياء المهمة يعني. لأنه كل طالب فرض ما يرجع المجتمع اللي هو بتاعه، الكوميونيتي بتاعه، هو عبارة يكون شنو؟ يكون عبارة عن يعني داعم للفكرة بتاعت الوعي المجتمعي الكامل يعني. فعلا لحد هنا ما أظن عندي حاجة تانية. تسلم دكتور أمير. باشمهندس أويس أو دكتور مرتضى. صرت لي أنا أتكلم. أنا وقت توصياتي صراحة كده إنه يا أخي السودان فيه موارد كثيرة، في كثير من الشباب قاعدين ما لاقين فرص إن يشتغلوا، فبما إنه في كفاءات بالشكل ده في السودان، أنا شايف إنه يا أخي الناس تطلع لها بحاجة زي دليل كده للمزارع أو دليل لأي شاب إنه يا أخي أنا كيف أبدأ مشروع زراعي بسيط ناجح، مشروع بيكون متكامل، المشروع بيكون فوقه حظيرة صغيرة، يكون فوقه معمل بتاع كومبوست، يكون فيه غاز حيوي، يكون فيه الهبل لأنه على البكتيريات الصديقة دي، وناخد الريزولت دي نحتميده من بيوت مالية، بيوت خبرة عليه ممكن بالطرق. السودان على فكرة فيه مصادر كثيرة بتاع الفند، لكن للأسف ما عندنا ذاته ثقافة كيف نحن نقنع زول إنه يخش معاك، ولا تقنع زول إنه قروشك دي في أمانة وحترجع عليك وبزيادة. فلكن لما يكون عندي دراسة صغيرة معمولة بناس خبرة بتاعين تغذية وخبرة بتاعين فاينانس، الدراسة بتقول يا أخي والله أنا ممكن أمول، أنا كبنك يعني ممكن أمول المزارع لو بيمشي بنفس النهج ده، أموله بخمسة فدان، ثلاثة فدان، فدانين حسب الحاجة الطالعة في التوصيات بتاعت الناس حيعملوا الدراسه دي. فيها حاجات بتعيل الزول ده انه يا اخي انا زول جاي من الشارع، لا بريت ولا بعرف زراعه ولا عندي بها اي خبره،
لكن بس لو طرحتها مع الكتالوج ده بس مشيت بالتعليمات الموجوده فوقه هيكون عندي انتاج زراعي على الاقل انا احقق سموه امن غذائي جوا بيتي. الموضوع ماشي اكعب وللاسف يعني المرتبات ماشي ما تغطي والاكل ماشي زايد، فكل الناس او كل الشباب حسي حاليا بتشعر اني يا خنا ده اللي حاجه تجيب لي مصاريفها اللي انا ده بعد ده بنشوف ناس البيت كيف. فالطاقه دي احنا لو وجهناها في حته صح نعمل لهم مثال او نعمل لهم حاجه دراسه نموذجيه كان في انتاج حيواني او كان في انتاج زراعي او كان في حاجه متكامله انتاج حيواني زراعي، ونحاول برضه نصل لجهات تدي فند لانه يا اخي المزرعه دي طالب ان انت دراستي دي معتمده من بيت الخبره الفلانيه ده احنا حمولها بس في حدود الحاجه الطالعه بالتوصيه، وبكده تقريبا البنك ده بيكون ضامن على الاقل قروشه راجعه. الشاب ده ضامن انه لو زرع حينجح ما انه بس يسمع كلام انت بتنجح انت بتنجح لحد ما يفشل بس بالنيجاتيف انرجي اللي بتجيه. ونضمن برضه انه الدوله حققت اكتفاء على الاقل بس في موضوع اللبن الغذائي اليومي ده، ما اللبن طبعا اللبن الغذائي في بلدان ثانيه بيعادل 50 سنه اللي قدام هيحصل شنو؟ يحللوا ميتهم وبحللوا تحت الارض عندنا شنو، بحللوا تربتهم بتنفع ولا لا. اذا يطلع لك مرسوم ملكي فجاه في السعوديه يقول لهم ما تزرعوا، ليه ما زرعوا؟ عشان هم دايرين الميه تحت الارض دي نستفيد منها بعد 25 سنه. دي الناس بيعانوا اللي قدام، احنا للاسف بنجيب نفس الزول اللي حمو يزرع في السعوديه نقول لها كم سكان زرع في شنو؟ في حوض شنو؟ في ما عارف الدب وفي وين في وين؟ نديه ارض كبيره ونديه اعطاتنا موايتنا اصلا قاعده تحدي ما حقتنا حقت اللي جاي بعد البعدين يعني كان عن 100 سنه اللي قدام اللي جاي له خطير عند المويه. انا عندي حصه بتاعتي في النيل ما قادر اشوف ولا قادر استغلها، امشي وكابس ادي الناس ابو عليهم بمويه قاعده تحت الارض. فالموضوع الامن الغذائي ده موضوع قومي ما موضوع هين، موضوع ده اللي هو الناس كلها تتفق عليه، داير اجتهاد من كل الناس يعني اي زول في اي حسنه شغال اتصالات لكن ممكن اخدم الامن الغذائي بانه شنو انا اطور تغني تدي تشتغل في كيف تخدم المزارع تعريه حصادك 200 والخريف حيجي 200 كان في مطر جاية كان في آفة جاية ده كله بتعرف زمان كان ما في زول بيعرف زمان كان الناس بتناقل الخبر بالتلفونات بالرسائل يعني. لكن أي زول ممكن يكون هو منتج وأي زول ممكن يكون عنده دور في الأمن الغذائي يعني ابتداء من ست البيت دي على فكرة هي المتحكم الأساسي في البيهيفير بتاعنا إحنا سليلان كان جابوا لي حاجة حقولها بالعكس كانت عملت بطريقة ظريفة وكذا بتاع هتكون بالنسبة لي وجبة شهية وتغيير. أنا أحس الزول لما يلقى له حاجة يوجعه ما مصدق يوجعه يجي عشان عارفين من الليلة حنشوف لنا حاجة من كل زمان هو يا شفنا قراصة يا شفنا عصيدة يا شفنا مفروك ملاح مفروك ده بنشتهي بيجينا يعني للأسف بلد مثلنا بلد زراعية. أي زول ممكن يغير في الأمن الغذائي أي زول ممكن يساهم في الأمن الغذائي والموضوع ما خطير، لكن لو بغفله زياده اللي قدامنا حنخش في مجاعه لا قدر الله ولازم الميديا كلها تلتفت نبطل البرامج كلها اغاني وكذا نشوف الانتاج عامل كيف. شكرا باشمهندس وتخيل لي الجانب بتاع الدراسات والبحوث العلماء الافاضل في الباحثين السودانيين حيكونوا شغالين شغل جميل جدا باذن الله، نتمنى انه تكون في مساهمه حقيقيه ان شاء الله. دكتور مرتضى ايوه التوصيات عايزين نختم بتوصيات منك توصيات عامه وتوصيات بيت سندا. والله توصياتنا بس شفتي نفس الكلام القبيل التنسيق 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 ثم التنسيق نقعد مع بعض كلنا عشان نضع اولوياتنا ونشتغل بصوره موحده. لكن تسلم يا دكتور يديك العافيه دور اشتغل في السياحه الشباب الله يعافيك. بالضبط شكرا جزيلا. طيب في الختام عاوزة أشكر ضيوفي الأكارم باشمهندس أويس دكتور أمير ودكتور مرتضى ونحيي باشمهندس آمنة وإن شاء الله نشرف بها في حلقات قادمة. عاوز أشكر برضو علماءنا الأفاضل والأجلاء في مدرة الباحثين السودانيين على دعمهم وتواجدهم. نشكر الناس اللي تعبت معنا كمان في التنسيق دكتور امتسال ودكتور وفي ودكتور حيدر ودكتور أنور على رأس المجموعة، وبعتذر إذا نسيت زول ما ذكرت اسمه. نوجه تحية برضو مجتمع الزراعة السوداني وأكيد بيت السندة، وأختم بالكلمة اللي قالها دكتور أمير الوعي
لأنه بيت السندة هو فعلا الوعي. محدثتكم سارية فتحي، اختصاص تغذية علاجية بشرية. إن شاء الله نلتقيكم في لقاءات تغذوية أخرى بإذن الله.